الكوتشنج ستاف والجهاز الفني والإداري، وهنا برج العرب وحاليا أو هنا الانطلاقة لأحداث الربع الأول للمباراة. سيف سمير راح يكون في مواجهة كبيرة جدا. من جديد أرحب بكل متابعينا عبر قناة النادي الأهلي، النادي الأكبر في إفريقيا، واحد من أهم الأندية بل أكبر الأندية العربية على بطبيعة الحال. الكرة عند عالم الدين كيكونوفيتش لاعب منتخب البوسنة بمواجهة كابتن النادي الأهلي سيف سمير. مباراة رح تبدأ مشتعلة، مباراة ما فيها أبدا، رح أتحدث بكل التفاصيل، ما فيها تغمض عين، ما بتقدر تغمض عينك. عالم الدين كيكونوفيتش من مثل منتخب البوسنة يوما ما عام 2017، اتحدث عن 5 سنين في التصفيات المؤهله لبطوله اوروبا، يفتتح التسجيل. سيف سمير لعيب روعه روعه روعه، حدا بلغوا اعجابي لكابتن النادي الاهلي، واحد من اهم اللاعبين العرب في هالبطوله، اللي عنده فوت وورك عالي تحت الباسكت ما بيرحم ابدا. سيف الكره كويتيه عن طريق جيمز، روعه هالبدايه، سكرين مع 3 بوينتس للامريكي جيمس. امامنا واحد من اللاعبين لعبوا باكثر من دوله باوروبا، اهمها اسبانيا، ولعب في الاندلس تحديدا مع فريق اسمه الريال بيتيس. الكره عند سيف تحت الباسكت، حكم بقول نو فاول، جود ديفنس، توصل كويتيه. الكره عند نادي الكويت، عند الكسندر خالد، هذا الكسندر خالد بيطلع سكرين من عالم الدين كيكونوفيتش. الكسندر الى عالم الدين، المسافه اللي بيحبها تماما، بياخذ المسافه المتوسطه، بدايه ولا اروع للفريق اللي حقق الفوز 7 أو ببطولة الأندية الخارجية 7-2 نتيجة. بدي أذكر مشاهدينا الكرام إنه نادي الكويت بهالبطولة عنده معدل هجومي مش معقول، رهيب، أكثر سكور جابوا على حساب حضرموت 112، أو على حساب البطائح 112-60، وهي أكبر نتيجة. برافو لمايكل فاكوار، الآن يسجل النقطة الرابعة للأهلاوية للنادي الأهلي. كل النادي الأهلي بيستنوا اللقب العربي، كل جماهير نادي الكويت بيستنى أول لقب للأندية الكويتية. رح يكون اللقب رقم 11 للأندية المصرية، الاتحاد السكندري عنده 7، الجزيرة عنده 3، والأهلي يطمح بلقبه الأول. ليه لا؟ للفريق اللي وصل للفاينل 3 مرات قبل هيك. ليه لا؟ للفريق اللي عنده كل الإمكانيات بطبيعة الحال، وليه لا؟ نادي الكويت أيضاً ما يكون البطل. عموماً كيكونوفيتش درايف لكن فيها فاول، شاهدوا قوة هذا اللاعب الارتكاز، الحكم يأتي إذاً بي ووكينج وترافل فايوليشن، مخالفة المشي عم بتكون على عالم الدين كيكونوفيتش. قد إيه طوله؟ طوله 2.11 متر. لعيب لعب في الدوري التركي لاست سيزون، آخر موسم عمل في الدوري التركي 13 نقطة افريج بكل مباراة مع 5 ريباوند. الكرة عند مايكل تومسون، أهلاوية، عند الماجيك، إيهاب أمين بياخذ كرة على الثري بوينتس وبيبدأ الجيم بثري بوينتس ولا أروع، وحاليا 5-0 رن، 5 نقاط دون رد للأهلي. الكرة أهلاوية أو كويتية على مستوى الأوفنس، ألكسندر خالد، ألكسندر بيروح على الباسكت وبيسجل، مش معقول. هلا ألكسندر لعيب ممتاز، بيعرف يروح على الباسكت، بيستغل السكرين، ومطالبين لاعبين نادي الأهلي يكونوا كثير أجريسيف ويعملوا أتاك للدفاع. كرة عند مايكل تومسون، مايكل إلى الماجيك إيهاب أمين، بياخذ كرة على 3 نقاط باك تو باك، عيني عليك باردة، عم بيكون أون فاير مع بداية الجيم. سمعوني، أنا قلت عنه الماجيك، حدا بيقول لي لا ما لعب جيم منيحة أمام الاتحاد السكندري، يبدو موفر جهده لهالجيم، ويبدو حاليا راح يكون مان أوف ذا جيم. ما نستعجل لأنه نتيجة 10-9، مين راح يكون مان أوف ذا جيم بالفريق الكويتي؟ مجموعة كبيرة، هناك الأشقاء عدنان وما ننسى الأمريكي جيمز. الكرة عند ألكسندر، واو يا ألكسندر، شو حريف يا ألكسندر، روعة، بطل الدوري الكويتي آخر موسمين نادي الكويت. آخر موسمين نادي الكويت هو بطل الدوري الكويتي، شوفوا هاللاعب اللي عنده الكرة مش معقول. تمرير عند مايكل فاكوار إلى مايكل تومسون، ياخذ الجامب شوت ضايعة، الريباوند عند جيمز، راقبوا هذا اللاعب جيدا لأنه مرعب. جيمز بيحاول يروح أول ذا واي أب أند إن، حكم بيأتي بفاول ضد اللاعب الأمريكي من أصول نيجيرية واللي اسمه مايكل فاكوار أو فاكوار. في فاول على لاعب عاجبني كثير بهالبطولة اسمه عمرو زهران، يبدو لا على مايكل. ليه غيرت رأيي؟ حديث كان مع عمرو زهران مع حكم اللقاء. الأهلي بطل كأس مصر 10 مرات، بطل الدوري المصري 5 مرات، بطل أبطال كأس الكؤوس الإفريقية 2 مرات، كأس أبطال إفريقيا 2 مرات، شوفوا هالألقاب الكبيرة ناقصه بخزانه نادي الأهلي بطولة الأندية العربية. جيمس بيسجل، نادي الكويت بطل الدوري الكويتي 9 مرات، على فكرة القادسية عنده 23 لقب، كاظم عنده 9، العربي في الدوري الكويتي عنده 8، الجهرة عنده 4 ألقاب، الجهرة اللي تعاقد مع نجم منتخب لبنان وائل عراجي، وتعاقد هذا الموسم أيضا مع صالح الماجري لاعب المنتخب التونسي.
نادي الجهره الكويتي. عموما الساحل عنده لقب وحاليا صاحب الست نقاط اللي عم بيكون افضل لاعب في الجيم. ايهاب بمر عند مايكل، ايهاب بياخذ كره على ثلاث نقاط، المره ضايعه من ايهاب امين، توصل الكويتيه عند الكسندر خالد. الاشقاء عدنان راح اخبركم عنهم لانه الفريق الكويتي ممتاز، الفريق الكويتي مميز. هذا واحد من الاشقاء عدنان اسمه حمد، لعيب هائل. حمد بياخذ تيرا راوند جامبر وبيحصل على رميتين. الفريق الكويتي لا يعتمد فقط على اللاعبين الاجانب، اللاعبين الاجانب ممتازين. عالم الدين كيكونوفيتش لاعب منتخب البوسنه او الامريكي جيمس، لكن اللاعبين الكويتيين الاساس. هذا واحد منهم حمد، وعنده شقيق مرعب اسمه محمد بالقميص رقم 21، تابعوه جيدا. حمد على الفري ثروز، بحب اعطي كل حدا حقه. حمد بيسجل رميه الحره الاولى، برافو حمد. طيب لنحلل هالمباراه فنيا لكل اللي عم بيسمعنا وين ما كنتم. فنيا نادي الكويت عمل نتائج مرعبه ان صح التعبير، فاز 90-69 على الغرافه، فاز 96-90 على بيروت، فاز 112-60 على البطاح الاماراتي، فاز 98-77. شو عم بيتكرر؟ شو عم بيتكرر على مسامعكم مشاهدينا الكرام؟ عم بيتكرر 90-90-90-90. فريق بيوصل فوق الحاجز 90 نقطه، معناها فريق هجومي، معناها شو مطلوب الاهلي؟ يكون قوي دفاعيا في مباراه اليوم. إذا نجح الأهلي ينزل سكور نادي الكويت الكويتي لحدود 80 نقطة راح يكون عنده تشانس ليربح بطولة الأندية العربية. طيب أعلى سكور للأهلي في البطولة قد إيه كان؟ كان 84. طيب أكثر سكور تسجل على الأهلي في البطولة كان 82. طب أكثر سكور تسجل على الكويت الكويتي؟ أكثر سكور تسجل عليهم 90 نقطة في مباراتين، لكن رغم ذلك فازوا فيهم التنتين. حاليا في فاول، فريق فيري أجريسيف. طيب شو راح يفكر مدرب النادي الاهلي حاليا؟ صدقوني انا راح احكي لكم، عم بفكر بعمر عرابي. ليه عم بفكر بعمر عرابي؟ لانه اللاعب اللي طوله مترين و11 امامنا عالم الدين كيكونوفيتش محتاج للاعب طوله مترين و18 ليوقفه، لذلك بعد دقيقه من هلا راح ياتي عمر عرابي. انا موجود في دبي وعمر عرابي موجود في اسكندريه، والقرار للكوتش، وهنا افضل لاعب في افريقيا عام 1983، اسطوره كره القدم العربيه ورئيس اكبر نادي في افريقيا واهم واكبر الانديه العربيه، اتحدث عن كابتن محمود الخطيب بيبو النجم الكبير. رئيس الاتحاد المصري لكره السله الدكتور مجدي ابو فريخه حاضر، وكبار الشخصيات والحضور في المنصه الرئيسيه. على مدين كيكونوفيتش في صافره 13-10، ذكروني لما بياتي عرابي، لانه بعد دقيقه من الان المفروض يستدعي عمر طارق عرابي. اصلا عم بيلعب مباراه كبيره وبطوله كبيره عفوا، واصلا محتاج النادي الاهلي لبيج جاي ليقدر يوقف عملاق الكويت الكويتي كيكونوفيتش. برافو للكويت، عم ياخذ الافضليه بفارق ثلاث نقاط. شوف هالدفاع، دفاع ممتاز. طيب وين مشكله الكويت الكويتي؟ عنده مشاكل دفاعيه، في مباراتين ربحوها لكن تسجل عليهم 90 نقطه، 96-90 على بيروت اللبناني، وفازوا 93-90 على المنامه، معناها فريق قوي هجوميا لكن دفاعيا الك عليه. شو مطلوب من الاهلي؟ ينزل سكور النادي الكويت. طب شو مطلوب من الكويت؟ يلعبوا بنفس الطريقه لكن يكونوا اقوى ويحاولوا يوقفوا مفاتيح النادي الاهلي عشان نعطي كل حدا حقه على ارض الملعب. مباراه حلوه، راح نقول اكيد مبروك للفائز فيها. الكره اهلاويه 13-10، هذا المدرب الالماني اسمه بيتر شومرز، كان موجود في الامارات قبل ذلك وربح مع نادي شباب الاهلي بطوله الخليج مرتين وسيطر على البطوله المحليه. راح للكويت، وقبل هيك عام 2010 كان مع هالفريق، لكن رجع بعد ذلك وربح معهم بطولة الخليج و 3 بوينتس. روعة روعة روعة، الأهلي عم بيكون اون فاير على الارك، بداية ولا أروع، 13-13، وحاليا خطأ غير رياضي عم بيتصفر. هذا هو جيمس في حديث مع عمر زهران، أعتقد يبدو في فاول على عمر زهران. عمر زهران لاعب صغير عمره 18 سنة، ما بدي أقول خبرته قليلة، لا 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 لا، في بعض النجوم اللي في بعض اللاعبين بيولدوا نجوم، هذا رح يولد واحد من اهم المدافعين على مستوى الدوري المصري عمر زهران. حاليا بيرتكب فاول، والفاول هو خطا غير رياضي بيحتسبه حكم اللقاء، واعتقد بيرجعوا للفيديو، رح يكون في فيديو تشيك. عمر زهران رح يترك ممكن ارض الملعب، رح نشاهد بعض التبديلات، لكن برايي الكوتش الاسباني اغوستين محتاج عمر طارق عرابي. عمر الجندي رح ياتي، عمر عزب رح ياتي، وهنا ميزه النادي الاهلي هذا الموسم انه عنده لاعبين بنش بيقدروا يغيروا النتيجه. طيب بالنسبه للكويت الكويتي عندهم لاعبين بنش، طبعا عندهم عبد الله الشمري موجود، تركي الشمري، فهد عبد الله موجود، اللاعب اللي قلت لكم عنه بالقميص رقم 21 محمد عدنان. هنا في فيديو تشيك لنشاهد شو صار بالحاله الاخيره، والحكم بيرجع لياخذ القرار المناسب.
بطل الكويت اخر موسمين هو نادي الكويت. على فكره هم اخر اربع سنين نادي الكويت ما خسروا الا مره. اذا ان سبورتسمان لايك فاول. الحكام القادمين من كازاخستان بيحتسبوا خطا غير رياضي على عمر زهران اللي بيروح على مقاعد البدلاء وبيترك المجال لعمر الجندي. اول تبديل للكوتش اغوستين. ايش راح يكون؟ راح يكون في تو شوتس للاعب اللي اسمه جيمس. قلت لعب في الدوري الاسباني، تواجد في بورتوريكو، لعب في ايطاليا. امامنا الشوتينج جارد، لاعب طوله 193 سنتيمتر، عنده جنسيتين الامريكيه وعنده الدومينيكان ريبابليك. عموما بيسجل رميه الحره الاولى، لاعب ليدر على اعلى مستوى، لكن راح نستمتع بادائه واداء مايكل تومسون. الكويت بياخذوا الافضليه. الكويت ايضا من اهم الانديه العربيه، من اهم الانديه الخليجيه بدون شك. نادي الكويت يوما ما ورانا الكابتن هيثم بارون، اسامه الفرحان، رياض عايش، عائله الهجرس، يحيى البحر، احمد المطيري، اسماء كبيره بكره السله الكويتيه، والاهلي ورانا اساطير. الكره عند الكساندر الى جيمس، البيك اند رول، جيمس بياخذ كره على الثري بوينتس الضائعه. اليوم النادي الاهلي برجع بذكر اذا قلل نسب هاللاعب الامريكي وهذا الكوتش اللي اصلا معروف عنه بالتنظيم الدفاعي، الاهلي صار فيري اورجنايز معه، صار منظم كثير على مستوى الدفاع والهجوم. اذا النادي الاهلي قلل السكور النادي الكويتي لاقل من 85 و84 نقطه، راح يكون عند النادي الاهلي حظوظ بطوله الانديه العربيه. نادي الكويت المفروض يكون فيري اجريسيف ايضا وقوي على مستوى الدفاعي. الكره عند مايكل، مايكل عجبني كثير هالمايكل، تمرير عند مايكل تومسون. مايكل تومسون، اين عمر عرابيا كوتش اغوستين؟ قلت بعد دقيقه ذكروني راح ياتي التبديل. الكوتش اللي عم بيتاخر مو انا اللي عم بتاخر عليكم. الكوتش اغوستين قد يدفع بعمر طارق عرابي لانه محتاج لبيج مان، للاعب سنتر تحت الباسكت. دفاع رائع للكويت 15-13، مباراة متقاربة. إن ربح الكويت رح يكون اللقب الكويتي الأول على مستوى الأندية. إن ربح الأهلي رح يكون اللقب رقم 11 والأول للأهلي وال11 للأندية المصرية. دبل تيم، برافو. شوفوا الدفاع، شوفوا الدفاع مرعب، شوفوا التحرك بأقدام سريعة. الكرة ضاعت، زقفوا لهم للدفاع. شو بحب الفرق اللي بتدافع، سواء الأهلي ولا الكويت رح نزقف له على الدفاع. سواء لعب الأهلي بطريقة ممتازة أو لعب الكويت بطريقة رائعة، رح نقول روعة للفريقين وروعة لكلا اللاعبين. هنا اللاعب رقم 21 محمد عدنان، لاعب ممتاز صدقوني، حتى شقيقه بالقميص رقم 5 حمد عدنان لاعب هائل. الكرة عند تومسون، بدايات الأهلي ممتازة، 3-3 بوينتس للأهلي لغاية الآن. مايكل 1-1 تحت الباسكت، مايكل تير راوند مع الهوك شوت رائعة ضاعت. وسيف سمير بيحاول على الأوفنسيف ريباوند لكن توصل كويتية، فيري جود ريباوند لمحمد عدنان، روعة إلى شقيقه حمد. شوفوا الحمد شو لعيب، هنا شقيقه بيقدر يسجل بكل أريحية على الثري بوينتس لكن ضايعه. واو شو هالبوكس اوت يا سيف، الرائع سيف، الرائع سيف سمير، لعيب باسكت على اعلى مستوى. لكن سيف يا كوتش اغوستين مفروض يرتاح على مسؤوليتي انا، طبعا بدك تعطيه بريك، انا مو شايف عمر عرابي بالصوره، لكن يبدو عمر راح ياتي، كان مفروض ياتي من دقيقتين. عمر عرابي بيعمل تشيك ان لاول مره على ارض الملعب، وهنا في فاول عم بيتصفر على محمد عدنان. بدك تنتبه يا محمد عدنان من هالاخطاء. امامنا الكوتش بيتر شومرز مشاهدين الكرام، المدرب الالماني، واحد من اهم المدربين على فكره اللي حضروا المنطقه. وعمر طارق عرابي بيرتكب اوفنسيف فاول كالعاده، مشكلته عم بيعمل اخطاء هجوميه ما لها داعي، اخطاء هجوميه. يعني تخيل هو جاي من البنش بيرتكب خطا هجومي، شو راح يكون شعوره للكوتش اغوستين؟ بقول لهم معقول، معقول حدا بيعمل هيك فاول؟ ما راح يكون راضي الكوتش اغوستين. 15-13، برافو لعالم الدين كيكونوفيتش. كرة كويتية عند الكسندر خالد، لعيب هالالكسندر، ممتاز هالالكسندر خالد. يا الكسندر خالد، شوف الدفاع من مايكل تومسون. على فكرة لغاية الآن الأهلي ما ظهر فيه اللاعب مايكل تومسون، وحاليا يظهر عالم الدين كيكونوفيتش لاعب منتخب البوسنة، وعم بيتخلص من عمر طارق عرابي اللي داخل مباراة هيك بكتير ما راح أقول تراخي لكن بيقل التركيز. الكره دائما عند عمرو الجندي، الكويت عنده افضليه حاليا. الاهلي لما بيدخل باجواء اللقاء راح اخبركم، الماجيك هو الافضل لغايه الان. بيضيع ايهاب امين، مايكل ايهاب امين على المسافه المتوسطه بيسجل، واو بيرجعوا عم بيسجل من جديد، جود جاب لايهاب امين، نقطته الثامنه للماجيك، ممتاز ايهاب امين. 17-15، الكره بالانسايد، هنا مصدر الخطوره كلها لنادي الكويت. برافو للكويت على مدين كيكونوفيتش، 1-1 صاحب المترين و11 امام صاحب المترين و18 هوك شوت ضائعه. برافو، الان بدا الاهلي يدخل باجواء اللقاء. كره على الايد الشمال، راح سلم عمر عرابي اب اند ان. 17-17، اربع نقاط اهلاويه سريعه. على فكره بدقيقتين و27 ثانيه المقبله اعتقد الاهلي قادر يروح لفارق الاربع نقاط.
واعتقد الوقت المستقطع الكويتي يقترب الا اذا تدخل جيمس اللي عنده الكره. يتدخل الاول الثاني مرر حمد بياخذ كره على ثلاث نقاط ضايعه روح على فرق الاربعه ما بخبي ابدا وبعطي كل حدا حقه. فرق الاربع نقاط راح يكون حاضر على مسؤوليتي انا ولمين راح يكون للاهلي وراح يكون اول تايم اوت للكوتش بيتر شومرز. 17-17 اربع نقاط سريعه للاهلي. اذا ما سجل الاهلي هالاربع نقاط اللي تحدثت عنهم يعني معناها بيعمل 8-0 ران حاليا في فاول والفاول بي تو شوتس. مايكل على الرميات الحره خروج بتشكيله الكويت الكويتي لمحمد عدنان. مايكل بيسجل الرميه الحره الاولى. شوف حاليا الاهلي مسجل 5 بوينتس خمس نقاط دون رد. نو انسر ما في اي رد. الكويت بطل الكويت اخر موسمين اهم الفرق اللي موجوده بالدوري الكويتي حاليا اخر اربع سنين ربحان اللقب ثلاث مرات او اخر خمس سنوات ربحان اللقب اربع مرات. عموما الكره عند علم الدين كوكونوفيتش. الفارق نقطه دائما للاهلي 18-17. ضاعت الرميه الحره الثانيه بيك اند رول. هنا علي الهدهود بيسجل وعمر طارع عرابي عم بيسجل يبدو هو او خلينا نشاهد مين تابع الكره. لا يبدو علم الدين كوكونوفيتش بالفينجر تاب. 19-18 دخول لعلي الهدهود. راقب هاللاعب الكويتي جيدا ما حدا بيعرف اسم علي الهدهود. علي الهدهود لعيب كويتي ممتاز جدا. عمر طارع عرابي مفروض توصل الكره يا مايكل. مايكل تومسون هو اللاعب الوحيد الذي لم يظهر لغايه الان وحاليا بقول مساء الخير على جمهور الاهلي ومساء الخير على محبي الاهلي. مين بيرد من الفريق الكويتي؟ الكساندر ايضا بيمسي على الجمهور الكويتي. لا ضاعت عند مايكل بسرعه عند عمرو الجندي. تعكسها شو رايك؟ بيروح امام ثلاث لعيبه. مايكل من جديد لعمرو الجندي. عمر عرابي بيطلب الكره بالانسايد. الجندي بيروح اول ذا واي. ضاعت اعتقد عم بتكون مستعجل. 20-19 عدنان جيمس جود باس تمرير عند الكساندر خالد. يا هي جيم يا هي مباراه حلوه. وعلم الدين كيكونوفيتش ما بيضيع على هالمسافات ابدا. مسافه الرميه الحره ما بيضيع علم الدين كيكونوفيتش واللاعب البوسني بيعطي النادي الكويتي التقدم 21-20 الفارق 1 بوينت. مايكل تومسون قليل اليوم بوينت جارد النادي الاهلي اللاعب الاجنبي قليل اليوم عطائه على ارض الملعب. بالنسبه للكوتش اغوستين عم بيدفع ببعض الاسماء الجديده بالتشكيله زي محمد ابو النصر حاليا وعمر الجندي بيضرب من الكورنر ضايعه والريباوند كويتي. لا الكويت افضل حاليا الكويت افضل وفي استعجال والاهلي ما عم بيلعب بالطريقه الدفاعيه المفروض يلعبها لانه شاهدوا الان على مدين كيكونوفيتش بياخذ شوتات مرتاحه. جيمس راح يعمل اختراق وبياخذوا شوتات مرتاحه او درايف مرتاح. الاهلي مطالب يكون اقوى دفاعيا. شوفوا درايف على الباسكت وحاليا تو شوتس. ما بيصير لاعب يخترق على الباسكت بدون هيلب. ما بيصير لاعب يخترق على الباسكت دون مساعده من الزميل. شوف راح دربل اول ذا واي. شوف عمر طارق عرابي متاخر بالهيلب. روعه جيمس هو برافو للفريق الكويتي. 21-20 الفارق 1 بوينت. أمامنا شوتينج جارد النادي الكويتي. الكويتي هذا القادم من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. قلت لعب في إسبانيا لعب في اليونان في إيطاليا في بورتوريكو وحتى لعب في الدوري القادم منه أفضل لاعب في الـ NBA. أتحدث عن صربيا أفضل لاعب في الـ NBA أكيد يوكيتش. وصربيا اللي عم بتقدم نجوم كبار في كل مكان في العالم وإن كانت حاليا إسبانيا من أهم الدول بعد الولايات المتحدة الأمريكية بدون شك. بيسجل جيمس اللاعب الامريكي رميتين حرتين. فرصه لمحمود ابو النصر يسجل وفريق النادي الاهلي عم بيحاول. الاهلاويه بحاول التسجيل على ارك لكن فيها تورن اوفر. اذا 23-20 بينتهي احداث الربع الاول من المباراه النهائيه بالنسخه رقم 33. الاهلي طبعا موجود بعض التبديلات زي عمر عزب على ارض الملعب وتمريره رائعه جدا هاي لو ودانك عم بيكون عن طريق عمر طارق عرابي. 23-22 يا هي بدايه. اعتقد الاهلي راح يكون اجريسيف اكثر راح يكون اقوى دفاعيا. كل ما كان الاهلي اقوى دفاعيا راح يكون عنده فرص كبيره بهالمباراه. نادي الكويت مفروض يلعب هجوميا وبطريقه منظمه وحاليا شوفوا التنظيم رائع للكويت. الكويت مش معقول هالكره مش معقول شو حلوه هالكره كويتيه ولا اروع عن طريق جيمس. 26-22 و3-2 نتيجه مع بدايه الكوارتر الثاني. عمر عزب عمر القادم من سموحه واحد من الاسماء اللي كانت موجوده مع الكوتش احمد مرعي في بطوله افريقيا للمنتخبات. دائما الكره عند عمر عزب. عمر بيتلاعب تمريره محاولات
بيحاول الكوتش يغيره هنا درايف على الباسكت ضايعه. شوف القتال روعه 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 عم بنشاهد شو عم بيعمل محمد ابو النصر واحمد حمدي. احمد حمدي دخل عمل لي ضاعت. شاهدنا محمد ابو النصر على الاوفنسيف ريباوند وعمر الجندي بيروح اول دوي لكن مقطوعه. اعتقد مستعجل كثير عمر الجندي وممكن يبدل الكوتش اغوستين. درايف جيمس هائل 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 سكورر ما بيرحم ابدا سكورر ما بيرحم ابدا. مشاهدينا الكرام درايف على الباسكت 28-22 وهنا مشكله الكبيره للنادي الاهلي في مباراه اليوم ايقاف جيمس على الفاست بريك وايقاف ايضا عالم الدين كيكونوفيتش اللاعب منتخب البوسنه عنده فرصة الاند 1 28-22 خمس نقاط كويتية مع بداية الكوارتر الثاني. سلة واحدة سجلها عمر طارق عرابي. ست نقاط مقابل باسكت. عمر عزب دفاع من تركي الشمري بالقميص رقم 9. عمر تحرك ممتاز. محمد ابو النصر عمر طارق عربي بيطلب الكرة من الانسايد كثير مكشوف التمريرة كثير مكشوف التمريرة ودفاع ولا اروع على الكويتي الكويتي وجيمس بيضرب على الثري بوينتس وضائعة واثنين على الريباوند. بحب اللاعبين اللي بيروحوا اثنين ثلاثة على الريباوند معناها فريق حاضر وان كان قلة التركيز للاهلي على مستوى الاوفنس. الاهلي حاليا بدون لاعبين اجانب على ارض الملعب. الكوتش اغوستين سحبهم التنين ما بعرف كيف الكوتش فكر لكن سحبهم التنين وكانوا عم بيحاول وصلهم مسج انه انتم مش حاضرين يا اما بتصحصحوا يا اما راح اخليكم على البنش. في تبديل هذا حسين الخباز قبل اربع سنين كان افضل لاعب كويتي. شوفوا هالدرايف برافو عمرو الجندي راح يكون على الفري ثروز حاليا. عمر طارق عرابي بياخذ بريك بقرار من الكوتش. سيف سمير بيدخل باسكت واحدة سجلها الأهلي في الكوارتر الثاني مع مرور دقيقة و45 ثانية. لا بدك تركز على الفري ثرو لاين بدك تدخل بأجواء اللقاء بدك تسجل. أسهل شيء الرميات الحرة. عمرو الجندي بيضيع التنتين لا بترجع الثانية وعم بتكون البداية الأولى على مستوى التسجيل. بنرجع شوف الأهلي عم بيدافع فول كورت. قلت اليوم الدفاع راح يكون حاسم لتحديد بطل بطولة الأندية العربية بالنسخة رقم 33. فريق متعود يسجل هي المرة الأولى والوحيدة اللي سجل فيها ب 80 نقطة كانت أمام الزهرة التونسي 83-80. هنا في فاول على أبو النصر. المرة الوحيدة في البطولة نادي الكويت سجل ونزل لحاجز ال 80 كانت أمام الزهرة التونسي في السيمي فاينل. الزهرة اليوم اللي ربح على الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري خسر بنفس النتيجة في الدور نصف نهائي ومباراة المركز الثالث والرابع أمام الأهلي الكبير 78-73 وأمام الزهرة اليوم خسر 78-73 والزهرة ربح المركز الثالث. الزهرة التونسي بنقول له مبروك وبنستنى نقول مبروك للفائز بهالمباراة. عالم الدين كيكونوفيتش بياخذ الجام شوت. الكويت عم بيلعبوا باسكت كثير حلوة روعة. عمر عزب تمرير عند عمر الجندي. عمر عزب بيطلبها. اللاعبين الأجانب بتشكيلة النادي الأهلي ما بعرف يا ريت المخرج يعطينا إياهم يعني. اللاعبين الأجانب يعطينا مايكل تومسون يعطينا مايكل فاكوري هم لأنهم التنين خارج الخدمة مع بداية الجيم خاصة مايكل تومسون سجل 2 بوينتس مايكل فاكوري سجل 3 بوينتس. الفريق راح يكون عنده الروح، الفريق راح يدافع، الفريق اللي راح ينزل لعيبته على الارض ليحصل الكره، ليقاتلوا على الريباوند، هو راح يكون البطل في النهايه، الكره هنا محاوله الدرايف، يا سلام على الدرايف شو حلو لكن العبره بالفينش وهنا اوفنسيف ريباوند توصل عند عمر عزب، مش معقول هالاوفنسيف ريباوند الحلو كثير لاحمد حمدي، كره عند سيف، لعيب يا سيف، لعيب، واو شو هالتمريره يا سيف، روعه روعه روعه، سيف بالقوة بدخل أحمد حمدي بالجيم لا يمكن نو لوك باس نو لوك باس تمريرة من دون ما يشوف سيف سيف عم بيغمض وعم بمرق روعة سيف وأحمد حمدي عم بيسجل كرة كويتية يلا يا تركي تركي عند حمد عدنان كويتية عند عالم الدين كيكونوفيتش نعطي الفريق الكويتي حقه عالم الدين كيكونوفيتش بيسجل لا ضاعت سيف سمير على الريباوند بتوصل لعمر زهران واو شو هالجيم الحلوة شو هالجيم الحلو بين أشقاء المصريين والكويتيين في اسكندرية كرة عند عمر الجندي عمر بيستفيد من السكرين عمر بيروح all the way عمر أو عمر الجندي ما بيسجلها ترجع من جديد offensive rebound أعتقد عمر الجندي برأي الكوتش أغوستين مفروض يعطيه بريك 29-25 الفارق 4 القرار لإله مش لإلي الكرة كويتية عند علي الهدهود يلا يا علي فاول الأهلي في البطولة فاز بكل مبارياته
ورانا مستوى مو معقول وبنقوله ما شاء الله. يعني اللي عم بسمعني يقول ما شاء الله النادي الاهلي ورانا مستويات حلوه، فاز على وداد بوفريك 68 49، على فتح السعودي 82 77، على بيروت اللبناني 84 72، وعلى الاتحاد السكندري 78 73. اداء مذهل بطبيعه الحال للنادي الاهلي. الكويت الكويتي حاليا الكوتش بيشرك عمران جوهر، شوف اللاعبين الكويتيين، الفريق الكويتي بيلعب بدون لاعبين اجانب، الاهلي بدون لاعبين اجانب، حلوين الكويتيين، حلوين المصريين، روعة الأهلي، ولا أحلى من هيك بالنسبة للكويت. وهنا درايف لعمران لكن سيف بالمرصاد ما بيرحم، نوت إن ماي باسكت على طريقة سيف سمير، كرة عند زهران بيعكس عند الجندي، عمرو بيدخل واو تمريرة حاسمة حلوة لكن البلوك حاضر أيضا على طريقة علي الهدهود، ما حدا أحسن من حدا، درايف نو فاول، فيري جود ديفنس من سيف، شو ذكي يا سيف، شو ذكي يا سيف، عارف إنه عم بيكون بموقع ممكن يرتكب فاول سيف، هرب لكن بهروبه ما بيمنع انه ضايق المهاجم نوعا ما، لانه المهاجم هنا هو بيحاول يعمل درايف، كان بيحاول يربح فاول، المهاجم فقد التوازن فقد الكره والزهران ربحها، وهنا واو سوبر واو اعتراض دفاعي هائل للاعب اللي اسمه سيف سمير، هو كابتن النادي الاهلي ملاعب طبيعي، لما تكون كابتن النادي الاهلي يعني صدقوني شيء كبير بعالم الرياضه، سواء في كرة القدم، في الباسكتبول، في الفوليبول، أو حتى في الهاندبول. اللاست تاتش على مين؟ اللاست تاتش على الأهلوية، وكابتن الفريق الكويتي هو حسين الخباز اللي حاب يربح بطولة الأندية العربية. قتال على أرض الملعب، بدك فريقك يربح بطولة الأندية العربية، فريقك لازم يكون اليوم فريق مدافع لا يقدر يوقف جيمز أو علم الدين كيكونوفيتش. هذا الكوتش من أهم المدربين اللي حضروا للمنطقة، بيتر شومرز المدرب الألماني. الكويت اهم الفرق العربيه، حدا يقول لي الكويت اهم الفرق العربيه؟ اه طبعا طبعا، لانه في اربع لاعبين كويتيين على الليستا، بالنسبه لي من اهم اللاعبين العرب في مراكزهم 4 و 5، لاعبين ممتازين كلهم، لاعبين ممتازين، واذا بتتمرن واذا بتتمرن وبتبني فريق بكون عندك استقرار، ليه لا ما تكون واحد من اهم الفرق العربيه. عموما الاهلي عم بفرجينا استقرار رائع، ودائما معودنا النادي الاهلي على الاستقرار الرائع، حاله طبعا كحال الفريق الكويتي. النادي الاهلي استقرار على مختلف الالعاب الجماعيه، تخيلوا هالفريق في بطوله افريقيا بكره القدم بيروح وبيربح على كل فرق افريقيا بكره القدم، بالكره الطائره عنده نجوم لعبوا حتى في اليورو ليج ولعبوا حتى في اليورو كاب. عموما هنا درايف، الكره لوين؟ الكره كويتيه ضايعه، لا 3 سكندز فايوليشن، انا معك كنت راح اصفرها قبل. مخالفة ثلاث ثواني عم تتصفر على الكويت الكويتي. هذا علي الهدهود من أهم اللاعبين العرب، احفظوا هالاسم، لعب قوي تحت الباسكت، ما بتلاقوا هيك بنية جسمانية قوية إلا في الدوري المصري. الكرة عند عمر زهران، عمر على فكرة بدخول عمر زهران الملعب صار تقيل، يعني مسك الملعب بشكل ممتاز وصار الفرقة أتقل، وسيف لعب تقيل لكن ضاعت، سيف على الأوفنسيف ريباوند، بول فيك، سيف مع فوتورك، مش معقول هالسيف، عين عليك باردة. عموما ضاعت، الفارق 4 29 25، جيمز بيرجع على أرض الملعب ليعطي البالانس لنادي الكويت. شو هالجيم الحلوة، شو هالجيم الحلوة، تنافس رهيب، تنافس رهيب بين المصريين والكويتيين على مستوى التتويج العربي. راح نقول مبروك بطبيعة الحال للفائز يا فهد. الكرة كويتية على الارك ضاعت، عمر في كل مكان، عمر على الريباوند، عمر على الدربل، عمر زهران بيهدى. عمر زهران مين؟ عمر عزب، سامحني، عمر زهران على البنش، وحاليا سيف، واو يا سيف، واو يا سيف، شو عم تعمل؟ ارحمني، روعة روعة روعة، هايل 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 يا سيف، مش معقول هالفوتورك وهالبول فيك. عموما الاهلي عم بيلعب بطريقه ممتازه، الاهلي ممكن يعملها تاي جيم، الاهلي بيعادل والالماني بيطلب التايم اوت، احلوت في اسكندريه مع النهائي العربي. اللي عنده دفاع بيكون عنده فاست بريك بوينتس، اللي عنده فريق بيقدر يحرم اي فريق من الدخول، فريق عنده ستيل، فريق عنده رانينج جيم، فريق بيركض، فريق هو اللي بيعادل اب اند ان على طريقه عمرو الجندي. 29 29، كويتيه مصريه، النسخة 33 لمباراة النهائية للبطولة العربية للأندية. Thank you.
انا اصلح المعلومه على سكور سجل النادي الاهلي 124 كان امام حضرموت اليمني. عموما ايضا سجل 120 نقطه نادي الكويت الكويتي، لاصلح المعلومه تحديدا نادي الاهلي سجل 100 او تجاوز حاجز ال 100 نقطه النادي الاهلي 124 ضد حضرموت اليمني. عموما الاهلي ايضا بعد ذلك فاز على في الدور الاول على بوفريك 68 49 على فتح السعودي 82 77 وكما تحدث على بيروت اللبناني 84 82 وعلى الاتحاد السكندري 78 73. نترك اللي راح وبنقول اللي راح راح وخلينا بالمهم، وان كان اللي تحدثنا فيه النادي الكويتي الكويتي ولا مره نزل عن حاجز 90 نقطه الا مره واحده كانت في نصف نهائي امام الزهراء التونسي. ليه؟ لانه الزهراء التونسي عندهم لاعبين بيج جايز زي حديدان زي مختار غيازه، بالتالي اجبروهم على سكور متدني. الكويت اعلى سكور سجله كان ال 112 عموما على مدين كيكونوفيتش. كره عند فهد الضفيري، فهد عبد الله، فهد على فكره لاعب بيقدر يشوت من مسافات البعيده، بيقرر يمرر لكن شوف الدفاع والحكم بيحتسب فاول والفاول على احمد حمدي. طب شو عم بيعتمد هذا الكوتش الاسباني؟ الكوتش الاسباني زرع باحمد حمدي، عمر زهران، احمد مهيب انه لا انتم لعيبه لما بتنزلوا من البنش بتطبقوا كل الامور الدفاعيه. شوف الاهلي لما بينزل هاللعيبه الثلاثه بيكون اسرع وعنده دفاع اقوى. هم اللاعبين اللي بيقدر يستفيد منهم الكوتش. في الباسكت بول هناك كي بلايرز، اللاعبين المفاتيح اللي بيبدا فيهم الكوتش اغوستين الاسباني. وهنا في رول بلايرز زي عبد الله الشمري اللي بيستدعي الكوتش بيتر شومرز. هناك كي بلايرز، هناك رول بلايرز، اللاعبين بتعمل ادوار لثلاث اربع دقائق وبتخرج. ايهاب امين من لاعبين مفاتيح الممتاز الان واللي بيطالب فيها او اللي بيحاول يشركها الكوتش اغوستين بهالوقت. 29 29 التعادل عم بيكون حاضر، مين راح يكون بطل بطوله الانديه العربيه؟ على فكرة إذا فاز الأهلي في هالبطولة إيهاب أمين مرشح ليكون أفضل لاعب في بطولة الأندية العربية على مسؤوليتي أنا. الماجيك إيهاب أمين. عالم الدين كيكونوفيتش بيسجل. شو هالعالم الدين؟ عالم الدين قلت عنده كان افريج 13 نقطة مع فريق اسمه أورمان سبورت في تركيا في الدوري التركي، 13 نقطة مع 5 ريباوند. لعيب هائل. 28 جيم لعب معهم في الدوري التركي. وقلت لعب مع منتخب البوسنة والهرسك عديد من السنوات، تواجد معهم على مختلف الفئات العمرية ولعب معهم حتى آخر مرة قبل 5 سنين في تصفيات بطولة أوروبا. عمرو الجندي لاعب دولي مصري، وهنا مايكل تومسون أنت مختفي تماما والحكم بيدخلك بأجواء اللقاء. الحكم بيدخلك بأجواء اللقاء، طبعا هو بيدخل لأنه ذكي، لأنه فيري سمارت. ليه؟ لأنه عمل اصطدام مع لاعب الكسندر خالد اللاعب الكويتي. خلينا نشاهد على الاعاده، وراح يكون في 3 رميات حره للاهلي. الكوتش بيقول له هو اللي مد قدمه امام اللاعب المدافع، لكن ذكي كثير اللاعب المدافع، المفروض ايضا يكون منتبه. مايكل تومسون هل بيسجل الثلاثه؟ راح ياخذ التقدم للنادي الاهلي 32 31. الاهلي بطل كاس مصر 10 مرات، الدوري 5 مرات، وان كان الدوري اخر موسم 2015 2016. وصول الاهلي للبطوله العربيه او نهائي البطوله العربيه هذا شيء عادي، هذا شيء عادي ان يصل النادي الاهلي لنهائي بطوله الانديه العربيه. ليه؟ لانه فريق كبير، لانه اصلا فريق متعود على انجازات على القاب، لانه فريق ورانا يوما ما عبد المنعم وهبه، ورانا اشرف توفيق، دكتور عادل شرف، ورانا ايضا دكتور عادل صبري، عبد العظيم العشري، طارق الغنام، طه الغنام، هاني عبد المنعم، طارق خيري، قيدار، ما بدي انسى حدا، ايهاب الالفي، هيثم السعيد الكابتن موجه له التحيه، نجم نجوم مصر، والكابتن شريف علي، علاء زهران، صانع الالعاب الممتاز اسلام علي، ما بدي انسى حدا، الشريف ورامي الدياسطي، اسماء كبيره بطبيعه الحال، كلها مرت بالقلعه الحمراء، نجوم كبار. وحاليا الفريق الاحمر نادي الكويتي الكويتي بيحاول عن طريق جيمز، جيمز على الباسكت علاها الريباوند، واو شو وحش شو وحش شو هالريباوند شو هالدفاع، مسؤوليه كبيره داخل ارض الملعب عم بيتحملها احمد حمدي، روعه احمد، درايف على الباسكت، مصريه، الدفاع الكويتي، لكن احمد حمدي بيكون بالمرصاد على الديفنسيف ريباوند كان حاضر، احمد حمدي بالليفت هاند عم بيسجل، شو هالروعه يا احمد، الفريق الكويتي بيطلب وقت مستقطع، نادي الكويتي اللي ورانا اسماء كبيره زي المطيري، زي اسامه الفرحان، بنوجه له التحيه، هيثم بارون، الهجرس، يحيى البحر الموجود
معه للكوتش بيتر شومرز على مستوى الجهاز الفني. الأهلي بياخذ الأفضلية 33-31، فريقين عربيين كبار عم بيتنافسوا بكل روح رياضية. وين؟ في مصر أم الدنيا، في اسكندرية، واحدة من مدن استضافة بطولة الأندية العربية كثيرا. على فكرة أول فريق عربي قدر يربح بطولة الأندية العربية فريق حلو اسمه الجلاء. الجلاء السوري كان في نجوم كبار زي الكابتن جاك باشاياني. عام 78 الجلاء ربح على الأرثوذكسي الأردني، واحد من أهم الفرق اللي مرت في كرة السلة الأردنية. 84-71 وكان أول لقب في بطولة الأندية العربية. أمامنا الجماهير الحاضرة وكبار الشخصيات والحضور بطبيعة الحال. أول فريق مصري ربح بطولة الأندية العربية كان الاتحاد السكندري عام 87 في الجزائر. بنفس العام طبعا الاتحاد السكندري ربح بطولة إفريقيا. بالنسبة للأهلي الجميل ربح بطولة كأس أبطال إفريقيا مرتين وكأس الكؤوس الإفريقية مرتين، لكن يريد التتويج العربي لأول مرة، ما ابتسمت له البطولة. على فكرة أول مرة نادي الأهلي ربح بطولة الدوري في مصر كان عام 1989. طب إمتى أول مرة ربح نادي الكويت اللي عنده الكرة الدوري في الكويت؟ الكويت الرائع، الكويت الجميل، ربح أيضا بطولة الدوري الكويتي أول مرة موسم 65-66، والكرة عند عبد الله الشمري. يلا يا عبد الله، كرة لوين؟ عم بقول لك يلا يا عبد الله. عبد الله الشمري بتورنوفر، على فكرة لاعب دولي بالمنتخب الكويتي. ضاعت 33-31، مين عنده إحساس راح تسجل هالكرة 3 بوينتس؟ حلو هالرقم 3-3-3-3-3-3 33-31 مع 3 دقائق، شو رأيكم 3 بوينتس؟ يبدو مايكل تومسون اللي عنده الكرة ما سجل لغاية الآن على هالمسافة. هل تأتي 3 بوينتس؟ سيف لعيب كبير بيقدر يسحب الدفاع ويمرر من جهة لجهة، لعيب كبير بيحاول يسحب الدفاع لكن ما مرر، الدفاع سرقها، روعة الدفاع الكويتي، وفي فرصة للتعادل لنادي الكويت. تمريرة عند جيمس رهيب رهيب رهيب، كيك ذا بول عند اللاعب رقم 3 ما بيرحم ابدا ما بيرحم ابدا، اسالوني انا. روعه روعه روعه، شو هال 3 بوينتس لالكسندر خالد، لعيب يا الكسندر. الكويت بياخذ الافضليه، شو الفرق؟ الفرق انه سيف سمير ممرر احتفظ بالكره بطريقه مبالغه، والفرق انه جيمس مرر والكسندر يبدع. روعه الكسندر خالد، الاروع الاروع الاروع. الماجيك ايهاب امين، كيف ضيعت هالكره؟ ما بتتضيع، عين عليك بارده. الفرق 1 بوينت. فهد بيحاول كيك ذا بول، كره عند الكسندر الى عبد الله الشمري. 1 2 اند باسكت 1 2. حلو حلو الباسكت، الروعه روعه، ممتاز يا عبد الله الشمري. شوف التحرك بدون كره كثير مهم بالباسكت، تلعب وتتحرك بدون كره. 1 2 مرره وعمل كات على الباك دور وقدر يسجل وياخذ الافضليه بفارق 3. 36-33 ايهاب ضيع ايزي لياب. ايهاب امين، الكره عند احمد حمدي، بيضيع على 3 نقاط احمد حمدي. ترجع مصري عند النادي الاهلي. مايكل هو غايب اليوم، مايكل تومسون مش بأداءه العالي، النادي الاهلي محتاجه على مستوى الاوفنس طبعا محتاجه. تمرير عند سيف سمير ضايعه، ريباوند. بستغرب من كوتش اغوستين ليه ما عم بيدفع بلاعبه الامريكي من اصول نيجيريه، مايكل فاكوري محتاجه. الكوتش أغوستين هذا التبديل محتاج. عموما الدرايف على الباسكت، ضاعت سيف سمير وأحمد حمدي على الريباوند. بدك تستفيد بعد الريباوند وتسجل بالفاست بريك. شوف الآن عند مايكل تومسون، تعكسها عكسها، إيهاب ما بيرحم باليد الشمال، هنا فيها فاول، والفاول على جيمس لمصلحة إيهاب أمين. 36-33 الفارق 3 مع دقيقة وست ثواني على نهاية أحداث الشوط الأول من الجيم. الكرة أهلوية بتو شوتس يا حكم، ليه؟ لأنه في أكثر من 4 فاول على الفريق الكويتي. على فكرة جيمس بدك تنتبه، حكم آخر ممكن يحتسبها خطأ غير رياضي. حدا يقول لي طب ما هو مو خطأ كبير، لا لا ما في فرق بين خطأ كبير أو خطأ صغير. لاعب مر منك إذا بتعمل فاول على جسمه سواء قوي أو سواء خفيف، أنت هدفك توقف جسم اللاعب مو الكرة، وبالتالي إذا كان هدفك توقف جسم اللاعب مو الكرة معناها خطأ غير رياضي. إيهاب أمين على تو شوتس بالكلاتش تايم، أمس أمام الاتحاد السكندري ضيع التنتين، بيحاول يسجل الآن إيهاب ويعوض، وعم بيكون واحد من أهم اللاعبين على مستوى التسجيل في الجيم لغاية الآن. سجل مرتين على الآرك، مرة على المسافة المتوسطة، وعم نشاهده الآن على الفري ثرو لاين. الماجيك إيهاب، واحد من اللاعبين اللي لعبوا في الأنسي دبلي، لعب في دوري الجامعات بدون شك. جود جوب لإيهاب أمين، بنزل الفرق ل 1 بوينت. مش معقول يا هدوءك، على فكرة شفته قبل 7 سنين قبل ما يكون يدرب أي فريق في المنطقة العربية. أمام مع فرق الفولا برادا أحد ضواحي العاصمة مدريد،
ايضا مع الجران كاناريا في لاس بالماس في اسبانيا او حتى بالفريق الموجود بمدينه فيتوريا. اتحدث عن نادي باسكونيا مشاهدينا الكرام. كره النادي الاهلي عم بدافع، شوف تحركات الاقدام سريعه، لكن هنا اوبن شوت لاعب ما بيرحم لكن ضاعت. محظوظ الاهلي انها الكره ما سجلها فهد الظفيري، تصل عند الماجيك 36 35. شو رايكم مايكل تومسون بيدخل باجواء اللقاء وبيسجل حاليا. عم بيلعبوا دفاع المانتو مع نادي الكويت، نادي الكويت مطالب بالدفاع القوي، عنده افضليه نادي الكويت، فريق بدافع. شوفوا شوفوا هالماتش اب اللي عم بيلعب فيه الكوتش بيتر. الكره عند الماجيك بياخذها على الارك الضايعه، اعتقد استعجلت فيها. فهد الظفيري، يلا فهد اعكسها اعكسها يا فهد اعكسها عند علم الدين كيكانوفيتش. لا جيمس لعلم الدين كيكانوفيتش، راح يحصل على الفاول. شو رايكم احمد حمدي تحت الباسكت؟ احمد والله عم بيفرجينا ديفنس ولا اروع احمد حمدي. وهنا درايف، الحكم راح يصفرها ثلاث ثواني على مسؤوليتي. صفرها اوريدي على مسؤوليتي ثلاث ثواني، طبعا رح تصفرها. 3 سكندز فايوليشن. مين رح ياتي من البنش؟ لا، ما حد رح ياتي من البنش، الاخبار تاتي من النادي الاهلي على البنش، لانه المدرب الاسباني رح يحاول يستغل ال 10 سكندز ال 10 ثواني المتبقيه ليكون النادي الاهلي متقدم مع نهايه احداث الشوط الاول من المباراه. اذا تايم اوت للمدرب الاسباني اغوستين بواش. هذا اللي وقع مع النادي الاهلي سنتين، وبيعجبني دائما الاستقرار عند النادي الاهلي، واكيد بيعجبني الاستقرار عند النادي الكويتي، نادي الكويت. ليه؟ لانه محتضين بهذا الكوتش بيتر شومرز، هناك مدير عام اللعبه على فكره بدر العصيمي، موجه له التحيه، مدير عام لعبه كره السله، عامل شغل ولا اروع، هو على فكره نائب رئيس النادي الكويت، نائب رئيس النادي، وعامل شغل رائع مع نادي الكويت. لكن الاهم الان مين راح ياخذ الافضليه والتقدم مع نهايه الربع الثاني والشوط الاول من الجيم. هنا بعض اللقطات وبعض السلات، وهنا شوفوا هالتمريرة الحلوة، وألكسندر خالد بيضرب من الكورنر على الأرك. مين برأيكم راح يقدر يسجل 10 ثواني؟ هل بيقدر يسجل الأهلي؟ على فكرة أي فاول يا عمرو الجندي على نادي الكويت معناها في تو شوتس، معناها في رميات حرة. الكرة عند عمرو الجندي، تمرير عند مايكل، له الحق ما يلمسها، مايكل بيلمسها، راح يروح أول ذا واي مايكل، تمرير عند الماجيك، لا راح أول ذا واي أب أند إن، كيف بيضيع السلة على فكرة مش موفق في مرة اليوم. برافو للكويت، عندهم شانس نادي الكويت ياخذوا الأفضلية. وهنا كرة من الهاف كورت كويتية 36 35، مايكل تومسون عم بيضيع، ولكن الكوتش شوفوا قد إيه بيحييه، شوفوا هاللقطة، شوفوا هالروعة، شوفوا هالهدوء. ممكن نشاهدها وردة فعل مغايرة من كوتش آخر. ليه؟ لأنه لاعب أضاع اللي أب سهل. عموما 36 نادي الكويت 35 النادي الأهلي. الريف كرة القدم وأفضل لاعب في إفريقيا عام 1983 هو رئيس النادي فأكيد طبيعي جدا إيهاب أمين. أخيرا المخرج أعطانا الصورة، مش معقول بدك تعطيني الصورة، تعطيني الصورة. الرمية الحرة الأولى يبدو سجلها الماجيك والثاني. إذا كنت أتحدث إذا كان أفضل لاعب في إفريقيا عام 1983 وحريف كرة القدم هو رئيس النادي، فطبيعي جدا فريق الباسكتبول عنده حريفة مثل الماجيك إيهاب أمين. إذا تو شوتس لإيهاب أمين، على فكرة 4 نقاط له مع بداية الكوارتر. كانت النتيجة 36 35، أصبحت 39 36. 4-0 رن، 4 نقاط أهلوية دون رد. يلا حابين نشوف رد كويتي. علم الدين كيكانوفيتش أمام عرابي، فيها فاول طبعا ما راح يعطوه، كرة سهلة، لعيب طوله مترين و11، قلت لعب مع كل منتخبات البوسنة والهرسك، لعب في الدوري التركي 28 مباراة، كان عنده افريج 13 بوينت، لعيب هائل وقاد نادي الكويت الكويتي للنجاحات. بلاها الشعار البطولة العربية، لأنه المرة الأولى طولت كثير. اللي اجت الصوره عموما 39 36. الكره عند عالم الدين كيكانوفيتش، بسرعه عند الكسندر خالد كويتي، عند بطل الدوري الكويتي واهم فريق في الكويت. واو حرام، ضاعت هالكره ان اند اوت، توصل عند الماجيك بريد اليمين الشمال، راح على البيس لاين، راح يمرر، بيمرر تمرير ولا اروع عند مايكل الغائب بهالمباراه، لكن بيمرر عند عرابي وفيها فاول. شكل الاهلي غير، طب حدا يقول لي ليه؟ لانه التشكيله غير، لانه التشكيله لاول مره عم نشاهدها على ارض الملعب. عمر طارق عرابي بيدخل ليكون بالستارتنج فايف، عادة بيبدأ بسيف. حدا يقول لي طب سيف ماله؟ سيف ما ماله شيء، بالعكس من أهم اللاعبين، لكن هاي التشكيلة بيلعبها هي التشكيلة المفروض تكون بأغلب مجريات اللقاء. هناك لاعبين بيجوا من البنش، لاعبين زي أحمد حمدي، زي عمر زهران،
الموجود حاليا عمر زهران على ارض ملعب. هناك احمد مهيب، احمد حمدي، عموما هناك كره مقطوعه. طيب تشكيله الكويتي نتحدث عنها. الاشقاء عدنان مش موجودين، لا والله الاثنين موجودين مع بعض. الاشقاء عدنان رهيبين جدا، وهنا الكسندر، هي احسن تشكيله كويتيه، احسن تشكيله كويتيه، والكسندر بياتي بتاني 3 بوينتس. الكسندر خالد للفريق الكويتي، هي تنتين من سته للكويت، الكويتي على 3 بوينتس. مايكل تومسون هو سر تراجع النادي الاهلي على مستوى الاوفنس في الجيم. إيهاب ياخذ دوره تماما، إيهاب بيضيعها. واو يا إيهاب، معقول في هيك بالباسكت؟ حرام ما تسجلها يا مايكل تومسون. ضاعت، إيهاب أمين عمل كل شيء في الباسكت، سلامات. بنرجع عند الكويت، أفضل فريق كويتي بالسنوات الأخيرة، قلت آخر أربع سنين خسروا الدوري مرة مع فريق اسمه القادسية الأشهر هناك والأكثر نجاحات وتتويج في الدوري الكويتي. نتكلم عن 23 لقب لنادي القادسية. خلينا نشوف هالكرة وبنرجع نحكي عن الفرق، كرة السلة الكويتية، وهنا كرة ضائعة، الريباوند عند إيهاب. إيهاب في كل مكان، عيني عليك باردة، عيني عليك باردة. شو بحب أعلق لمباراة فيها إيهاب أمين، وأكيد بتشرف أعلق لمباراة فيها الأهلي المصري وفيها الكويتي الكويتي، أهم الفرق العربية في الباسكت بول، من أهم الفرق العربية حاليا في هذا الموسم في الباسكت بول. ضيف عليهم فرق كبيرة، فرق تاريخية، الرياضي من لبنان، الحكمة من لبنان، هم الفريقين ربحوا في الأردن، زي الأردن ربح بطولة الأندية، الاتحاد السكندري 7 ألقاب عربية، ما بدي أنسى حدا، الجلاء السوري، الاتحاد السوري، الرشيد العراقي، الجزيرة المصري، الزمالك أيضا، الاتحاد، النادي الرياضي قلت فاز بخمس ألقاب، النجم الصحري التونسي، الهومنتمن، كلهم أبطال، ما بدي أنسى حدا، نادي الشارقة الإماراتي بدون شك، اتحاد جدة السعودي، كلهم فازوا ببطولة الأندية العربية. ومايكل تومسون هذا الغائب تماما أخيرا بيصحى، وأخيرا بيعطي التقدم، وأخيرا بيسجل نقطة الرابعة بالجيم. مايكل تومسون حبيب كويتي، الكويتي دافع بطريقة أفضل من هيك. حمد عدنان ومحمد عدنان وعلي الهدهود بيكونوا أقوى. واحد من أشقاء عدنان بيروح على البنش، حمد بيبقى، هذا علي الهدهود. ضاعت الأهلي على الرانينج جيم all the way all the way. الماجيك حرفيا أمامنا مشاهدينا الكرام، حرفيا الماجيك أمامنا. الدفاع القوي، الستيل، good catch up and in. الماجيك أمين في بطولة الأندية العربية، مش قلت لكم بالشوط الأول إذا ما فاز الأهلي بطولة الأندية العربية راح يكون أفضل لاعب على مسؤوليتي أنا. روعة الماجيك، روعة. إيهاب، تايم أوت كويتي 43-39، تقدم بأربعة، هذا أعلى فارق بيعمله النادي الأهلي. We have to get stops and make easy plays on offense. Easy plays on offense. Ali, run to the corner. Let's keep it wide in transition. I told you this stuff with in traffic doesn't work, guys. They collapse on the help people. الكويت الكويتي مطالب بالدفاع، الكويت الكويتي مش مطلوب منه يتسرع، راح يتسرع إيهاب أمين، عمر عرابي، عمر عزب، مايكل تومسون جاهزين للرانينج جيم. لذلك الكوتش بيتر شومر زكي المدرب الألماني نادي الكويت راح يهدى، راح يحاول يهدى. كل ما كانت المباراة بمنتصف الملعب أفضلية للكويت الكويتي. حدا يقول لي شو يعني المباراة في منتصف الملعب؟ يعني إذا كانت المباراة 5-5 بالهاف كورت دفاعيا وهجوميا الأفضلية للكويت. طيب لو كانت المباراة بالأوبن كورت، الأوبن كورت لا، معناها الأهلوية بحلق بأجنحة سريعة، ما بيرحموا، ما بيهدى أكيد الماجيك إيهاب ولا حتى عمر زهران، كلهم بيطيروا على الفاست بريك. كرة عند عالم الدين كيكانوفيتش، دفاع رهيب، كرة تحت الباسكت، التور المصري حاضر، التور الأهلاوي، البرج الأهلاوي ما بيرحم أبدا. إيهاب بيحاول روحه الدوي، انعجقت معه، ترجع عند عمر، حلو هالبلوك والاعتراض الدفاعي للاعب جامعة رايس في الولايات المتحدة الأمريكية من 2010-2012 واللي كان في الـ NBA Summer League مع فريق هيوستن روكيتس. أتحدث عن عمر عرابي، لكن عد لي البلوك يا مخرج، ما تعطيني فاول، ما تعطيني اللاعبين واقعين على الأرض، عد لي البلوك، الاعتراض الدفاعي، هاي القيمة بالباسكتبول، الدفاع. الفريق الكويتي المفروض يدافع الآن بطريقة أفضل، حمد عدنان المفروض يضغط. الكويت قلت أهم الفرق العربية، هالكويت أهم الفرق العربية هذا الموسم، ربحان بطولة الخليج وحاليا بيوصل لنهائي بطولة الأندية العربية، وحاليا الأهلي عم بيسجل عن طريق مايكل نقطته العاشرة بالجيم، 45-39 الأهلي بياخذ الليد فرق 6. ألكسندر خالد، يلا ألكسندر،
طبعا لازم نعطيهم حقهم نادي الكويت لانهم مرشحين ايضا لحصد اللقب. ليلى الكسندر خالد بسرعه عند جيمس على 3 بوينتس ضايعه راحت عند واو 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 عم بيعملوا شو تايم. الاهلي فوق، الاهلي غير بالكوارتر الثالث، علوا التيمبو بالكوارتر الثالث، علوا الليفل. فيري جود ديفنس، جود كاتش، جود باس، طلع بالعالي عامر زهران اب اند ان، والجول تندينج عم بيكون حاضر اكيد سله محتسبه. عرفتوا ليه؟ لانه الدفاع شالها بعد ما لمست الكره البورد. 47-39 شو هالبدايه. بدي اذكر نتيجه الشوط الاول 36-35، الكويت سجلوا ثلاثه، الاهلي سجل 12. شوفوا هالديفنس، صدقوني من اول البطوله قلت فيري اورجنايز تيم، قلت من اهم الفرق على مستوى الديفنس البطوله. الفرق اللي ما بتسمح ب ايزي درايف على الباسكت، الفرق اللي ما بتعطي سكند شانس للفريق المهاجم، الفريق او الفرق اللي ما بتعطي اوبن شوت او كره سهله للفريق المهاجم، هاي الفرق اللي بحبها بالباسكت. بعد هيك كل شيء بيجي. شو بيجي؟ بيجي الفاست بريك بوينتس والنقاط السهله للماجيك امين، لعمر زهران، لتومسون. الكويت الكويتي مفروض يرجع وينظم الامور. دراي، شوف الدفاع الان، شوف الدفاع، برافو للكويت، روعه الكويت، ممتازين نادي الكويت، دفاع رهيب لنادي الكويت بهاللقطة. هذا الدفاع نادي الكويت، قلت بطل الخليج، مديره بدر العصيمي مدير عام لعبه كره السله، هو نفسه نائب رئيس النادي. هنا الكوتش اغوستين امامنا، الكويتي اللي ورانا هيثم بارون، واحد من اهم الاسماء الكويتيه، اسامه الفرحان، رياض عايش، عائله الهجرس، المطيري، يحيى البحر، كل اسماء جميله مرت بنادي الكويتي الكويتي، لاعبين على مستوى عالي بحييهم وين ما كانوا. الكويت ربحان بطوله الكويت 9 مرات والقاب عديده على مختلف البطولات هناك في الكويت. نرجع عند علم الدين كيكانوفيتش، يلا تركي في فاول، برافو. 47-39 مين ما بيربح في مصر، سواء الكويت سواء الاهلي، بنقول له مبروك. مجرد تواجد 18 فريق عربي في جمهوريه مصر العربيه هذا شيء بينحسب للتنظيم، ومصر دائما عولتنا على التنظيم الرائع في مختلف البطولات. ان اند اوت، الكره ضايعه، الاهلي شو رايكم؟ 50-39 حاسه، 50-39 بنروح على التايم اوت، حاسه 50-39 بنروح على التايم اوت. الماجيك ايهاب، الكره عند عمر عرابي، عمر بيحاول على الباسكت، فيها ووكينج برايي، طبعا ووكينج، طبعا ووكينج، لا 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 ما تعترض على قرار الحكم، الووكينج عليك. شو كان المفروض تعمل؟ المفروض تشوف وين الدفاع، وين الهلب وتمرر. روعه الفريق الكويتي على مستوى الدفاع، مسكت الكره هنا على اللو بوست، بدك تتفرج، بدك تروح على لاعب طوله مترين و11 اكيد راح تعمل فاول. لعيب بيلعب ببطولات اوروبيه وكان موجود مع الدور، قلت في الدوري التركي بدوري ممتاز. هم الفارق 8 حاليا 47-39، وعنده تجارب كبيره عالم الدين كيكوروفيتش، من اهم اللاعبين الارتكاز اللي بيجوا على المنطقه. الفارق 8، هذا البيجست ليد اللي بياخذه الاهلي، اعلى فارق بالجيم. الكرة عند الكسندر خالد، يلا الكسندر لجيمس، جيمس على البيك اند رول، جيمس بحاول يعمل درايف على الباسكت، وعالم الدين كيكانوفيتش باسكت، لا ضاعت، لا الاهلي احسن وقت، الاهلي يروح لفارق 10 و12 و14، التايم اوت بيقرب 50-50-50، لا ضاعت، والريباوند لمين؟ لزهران الوحش، لكن بترجع كويتي 47-39 3 بوينتس، روعه الفريق الكويتي بيقاتلوا على كل كره. وهنا الظفيري الظفيري الظفيري، هنا فهد عبد الله وثلاث رميات حره. إيهاب أمين بإصابة، سلامات، إن شاء الله ما تكون مؤثرة، لا مو مؤثرة. كلوز أوت، أنا ما بحب اللاعب اللي بيرتكب فاول على ثلاث رميات حرة، ما بحب الفاول، لكن اللاعب أكيد بتعشق اللعب اللي بيلعبه إيهاب أمين، زيه زي نجوم عربي كتار مروا بكرة السلة العربية. إذا رحت على الجلاء السوري عام 78 الكابتن جاك باشياني من أهم اللاعبين اللي مروا، إذا بتروح على ال 96 نجوم نادي الاتحاد السكندري اللي ورونا اسماء رهيبه وجباره على مختلف السنوات، الملعب النابلي التونسي، القرعلي واسماء كبيره، الحكم اللبناني فادي الخطيب ومشنتف، الجزيره احمد صقر والكرداني، تروح لجيل النادي الاهلي اللي قدم اسماء زي ايهاب الالفي والسلعه وشريف علي وعلاء زهران واسلام والكابتن هيثم السعيد، تروح على اتحاد جدة السعودي اللي قدمنا علي الجهني والمغربي وعلي السلحاني، الرياضي بالاسماء الكبيره منها السمعه اسماعيل احمد، جو فوغل،
أكيد الاسم الكبير علي محمود عمر الترك. وهنا 3 بوينتس أخيرا يظهر 50-41. أنا قلت لكم شو رأيكم فيها 3 بوينتس. عموما هنا مايكل تومسون يظهر بثلاثية الآن للاتحاد السكندري ومفروض يدخل بأجواء اللقاء. ألكساندر أعلى فرق بالجيم، فرق 9. وديتكم على أسماء لاعبين عرب عشان ما ننسى التاريخ، ما ننسى التاريخ، والتاريخ بيقول إن الأهلي وصل للفاينل 3 مرات وهي الرابعة وبيحاول يربح اللقب العربي. نادي زين الأردني ورانا سام داغلاس، زيد ألخص، أيمن دعيس، أسماء كبيرة يوما ما، أنفر شوب سوقة، زيد عباس، موسى العوضي، أسماء رهيبة. نادي الرياضي ورانا أجيال وراء أجيال ليربح بطولة الأندية العربية 5 مرات. الشارق الإماراتي ورانا راشد ناصر الزعابي وعمر العامري عام 2011 وربح بطولة العرب. الأهلي بني غازي أسماء كبيرة أيضا وربح البطولة مرتين. الريان القطري بقيادة نجمهم ياسين إسماعيل، النجم الساحلي عن طريق مكرم بن رمضان ورضوان بن سليمان. الهومنت من فاز عن طريق هايك وعمر عرابي بال 2021 بيأتي بسوبر جام 52-41. الأهلي عم بفرجينا إنه حاضر بقوة، القلب الكبير عم بيقاتله. شو هالفريق وشو هالروعة وشو هالحلا وشو هالباسكت، لا 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 لا، باسكت من مكان تاني. الأهلوية عم بوروني أحلى باسكت بحب أشوفه، مش معقول هالباسكت. فيري جود ديفنس وبعدها الرننج جيم. يا ريت يا مخرج يا ريت يوصل لك صوتي، أعطيني الدفاع القوي وأعطيني الرننج جيم، لأنه بحب الدفاع القوي وبحب الرننج جيم اللي بيأتي بعده. روعة الأهلي، والكوتش الألماني بيتر شومرز بيضطر للدفع بعبد الله الشمري وبيضطر يدفع بتركي الشمري. شوفوا هالرننج جيم، واو سوبر واو هالكروس أوفر، قال له تفضل نايس داش وبعدها الفاول وتو شوتس لمصلحة مايكل تومسون. شو حلوة هالجيم الأهلوية بالكوارتر الثالث، أحلى 7 دقائق أهلوية بقيادة هذا الكوتش، أحلى 7 دقائق أهلوية بالبطولة هاي السبع دقائق بالكوارتر الثالث على ضمانتي أنا. من لما كانوا 35 صاروا 54، 19 points 19 نقطة أهلوية، كل سلة أحلى من سلة، كل نقطة أحلى من نقطة. ما في شيء جديد، الأهلي حاضر بقوة، الأهلي موجود وبقول أنا رايح لللقب العربي. سرقها الماجيك، أعطوه جائزة أفضل لاعب في بطولة الأندية العربية. إيهاب أمين بيستحقها عن جدارة. شو هالستيل، بيهدى كرة فيها 3 points لكن واو واو، أعتقد الحكم رح يحتسبها لأنه أتى بصافرة للتمثيل، لكن هي الصافرة قبل، هي الصافرة قبل، خلينا نشوف، لا أعتقد رح يحتسبها، هي الصافرة قبل للتمثيل. اللاعب سقط على الأرض وبالتالي أعتقد رح يلغي الثلاثية الحكم، رح يكون في تكنيكال فاول على اللاعب، الرمية ورح ترجع الحيازة للنادي الأهلي. 55-41 بنروح ل 14 points. مش معقول الباسكت اللي ورونا إياها. هنا السقوط للتمثيل بالنسبة للتركي الشمري وهنا ل 3 points بعديها، طبيعي صافر قبل. بيسجل مايكل تومسون عم بفيق بالوقت المهم. شو هالكوتش، شو هالرواء، بس على فكرة كتير شيك الكوتش، هيك ستايل. الأهلي دائما عودنا على الشياكة وعلى الستايل، حتى بروح على بطولة إفريقيا بكرة القدم هيك بشياكة وبروح بيربحوا كل الفرق وبيكون البطل التاريخي للتشامبيونز ليج الإفريقي. مو هيك الفريق اللي حقق 100 فوز يوما ما بالكرة الطائرة، ومو هيك فريق ورانا لاعبين كبار في الباسكتبول في الهاندبول وكانوا مشاركين بمنتخبات مصر في كل مكان. نادي الكويت أيضا بيورينا لاعبين دوليين كويتيين راح يكونوا منافسين بقوة. كل التحية لنادي الكويت، كل التحية لجماهير نادي الكويت على هالأداء في هالبطولة العربية. وهنا درايف، كرة ضائعة، عمر عرابي عم بيخانق، تصل عند تركي الشمري، عفوا سامحوني عبد الله الشمري، إلى تركي الشمري أمامنا. الكرة عند جيمس 1-on-1، محاول عند تركي الشمري، يلا يا تركي، كرة عند علم الدين كيكروفيتش إلى جيمس، لعيب لعيب لعيب، لكن هنا فيها فاول، أو 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 أن سبورتمان لايك فاول، خطأ غير رياضي. إذا مديت قدمك بهالطريقة المتعمدة معناها خطأ غير رياضي طبعاً. مش قلت لكم ما ضروري اللاعب يكون رايح لوحده على الباسكت؟ هذا هو جيمس، راح يكون على تو شوتس، لعيب كبير على فكرة، إضافة حقيقية. خلينا نشاهد الكرة، هل كان قاصد؟ أوه فيري تاف كول، فيري تاف كول. إذا حدا عم بيسمعني من الحكام الدوليين أعطيني رأيه، إذا حدا عم بيسمعني حكام الدوليين وما أكثرهم. حلو هالأسرة كرة السلة العربية اللي تشرف أكون واحد منهم. نجم الساحل التونسي اللي فاز بلقبين هنا في دولة الدنيا دبي، بلقبين لبطولة الأندية العربية عبر التاريخ، النجم الساحلي بمكرم بن رمضان ورضوان بن سليمان.
نادي الهومنتون دي هايكو كاجيانو كان معه مجموعة من اللاعبين المحترفين على مستوى عالي. الاتحاد السكندري بقيادة الكوتش أحمد مرعي أيضا فازوا بالبطولة العربية 2019، لكن الأهلي يقترب بشكل كبير وإن كان لسه طبعا كتير مبكر، لكن الأهلي عم بفرجينا شخصية بطل. نادي الكويت هل بيقدر يرجع؟ طبعا بيقدر يرجع. تركي الشمر جيمس 1 اند 1 بيروح على الباسكت قوي حريف، بيروح اول ذا واي اوف ذا جلاس لكن ضاعت ريباوند، صراع كبير سيف تحت الباسكت ياخذ مسؤوليته ككابتن وباسكت ان ورمية حرة إضافية. عم نشاهد التحدي الكبير، التحدي الكبير، وسيف بابتسامة رائعة بابتسامة خبرة لأنه بيحمل الرقم 8، هو كابتن الفريق، هيك دائما أصحاب الرقم 8 هيك دائما رايقين على ارض الملعب. لا والله مو كلهم. عموما الفاول موجود، برافو عليك يا عبد الله الشمري، وحش كبير وعم بيتحدى ومن حقه يتحدى، لانه مشاهدينا الكرام كل لاعب بيحلم يربح بطوله الانديه العربيه. لا منشجعه لعبد الله الشمري، لا منشجعه لعبد الله الشمري. طبعا لازم نشجع عبد الله الشمري ونقول له روعه عبد الله، زي ما عم نشجع الماجيك ايهاب امين. الفارق بينزل لتسعه، هذا هو الماجيك، بياخذ البريك قبل دقيقتين و18 ثانيه. الكرة دائما عند مايكل تومسون الى مايكل فاكواري. تومسون راح يروح على يده اليمين، لا سيف سمير بالانسايد. مايكل تومسون شوف الدفاع الكويتي عم بيكون قوي، الدفاع الكويتي قوي، هنا في مس ماتش، راح يشوتها راح يشوتها راح يشوتها، خلاص راح يشوتها على ثلاث نقاط. الا بيقرر يعمل درايف وتمرير عند مايكل تريبل تيم، وهنا ترافل فايوليشن، مخالفه المشي. طب وين المشكله؟ المشكله بمايكل تومسون، كان مفروض تشوتها من الاساس. لما بتشوف معك مس ماتش لاعب طوله مترين و11 دربلك اسرع، ما بيعني تروح على الترافيك، هو عمل اختراق، هذا اللاعب راح على الاختراق، لا ما تروح على الاختراق وفي ترافيك، شو يعني ترافيك؟ يعني في ازمه تحت الباسكت، وبالتالي كان المفروض تاخذ الجامب شوت او تروح عند الجندي على الكورنر او على السايد لياخذ الثري بوينتس. جيمس دنك راح يكون هائل، نو باسكت، رجعت اهلاويه، الكويت باحسن اوقاته، الاهلي مش باحسن اوقاته، الاهلي اذا استطاع يوقف الكويت، الكويت بهاللحظات راح يكون وحافظ على الفارق، راح يكون انجاز له اذا ما حافظ الاهلي على الفارق. درايف باسكت ان، لا الفاول ضد سيف سمير. الكاميرا وين المفروض الكاميرا مان يروح؟ عند الكوتش اغوستي، الكوتش اغوستي عند الحلول. شوف الفارق 55-41 حاليا 5-0 رن، خمس نقاط نو انسر، ما في رد. شوفوا هالدرايف بيتحمله سيف سمير، لا طبعا الفاول موجود. عبد الله الشمري بيجي من البنش عم بيعمل الافضليه، كثير مهم بالباسكتبول يكون عندك لاعبين بنش. شو عندك حلول؟ فريقك متقدم بتسعه، هذا بيتر شومرز على فكره، مدربين كبار، التنين كبار، مدربين بتحبهم يكونوا يقودوا منتخبات، يقودوا انديه عربيه دائما. بيضيع الرميه الحره الاولى عبد الله الشمري. القادسيه هو بطل الدوري او اكثر من فاز، عفوا الكويت بطل الدوري اخر موسمين، لكن القادسيه اكثر من فاز ببطوله الدوري الكويتي. الكويت منظومه كبيره على مستوى الرياضه، والاهلي قلعه رياضيه لا حدود لها، لا حدود لها، قلعه رياضيه عن جد لا حدود لها. الكره عند مايكل تومسون. الحلو بالاهلي لما بتكون صغير تسمع عن تاريخه، ولما بتكبر بتصير التاريخ امامك لانه بيعمل انجازات امامك دائما مستمر، بتصير الانجازات بالحاضر امام عيونك. عموما المستقبل شو بيحمل للنادي الاهلي بهالمباراه؟ 3 بوينتس هائله جدا على الكلاتش تايم، مايكل تومسون بيضرب بثاني 3 بوينتس له وبيظهر بالكوارتر الثالث. احلى كوارتر بالنادي للنادي الاهلي بهالجيم او بهالبطوله كلها، احلى كوارتر، فريق مسجل 23 نقطه بهالكوارتر لوحده. عبد الله الشمري بياخذ المباراه على عاتقه وبياخذ دور جيمس وعلم الدين كيكونوفيتش وحمد عدنان ومحمد عدنان وتركي الشمري ليكون بطل الكوارتر الثالث بالنسبه للكويتي. الكويتي اللي عم بيقاتل هو عبد الله الشمري بهاللحظات، كل مره بيقدر يعمل الدرايف. على فكره المفروض يبدل الكوتش اغوستين، يسحب سيف سمير، المفروض يسحب سيف سمير الان بهالكوارتر حاليا مع 52 ثانيه مش محتاجه، ممكن يلعب بتشكيله بدون لاعب ارتكاز صريح. عموما برافو عبد الله، بيسجل الرميه الحره الاولى. مين راح يكون بطل الانديه العربيه؟ الفريق الكويتي نادي كاظمه، كان عندهم صانع العاب رهيب اسمه اسعد البنوان، بحكي لكم الحكي عام 1990، شفته شخصيا كيف بيلعب بوينت جارد على اعلى مستوى.
الكاظمي الكويتي كان وصيف بطولة الأندية العربية، أفضل نادي كويتي حصل مركز ببطولة الأندية العربية عبر تاريخ البطولة، انطلق عام 1978. نعم نادي كاظمي خلف الرشيد العراقي. الرشيد كان بضم خيرة لاعبي المنتخب العراقي. أسعد البنوان أهم اللاعبين اللي كانوا بنادي كاظمي ذلك الوقت عام 90. الكرة فيها فاول مع باسكت إن، فاول مع باسكت إن. مايكل تومسون يظهر وبقول لهم لجمهور الأهلي حقكم علي، ممكن ظلمتوني بالشوط الأول. الأهلي غير، أحلى كوارتر للأهلي مو حتى بهالبطولة، لا 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 أنا بغير رأيي، هذا أحلى كوارتر عم بيلعبوا النادي الأهلي بلكي آخر 10 سنين عم بتابعهم خلال الدوري. على فكرة آخر مرة ربحوا بطولة الدوري 2015-2016، ربحوا بطولة إفريقية عام 2016، قد يكون هذا أحلى كوارتر لعبوه في هذا العقد الأخير. 61-49، 35 نقطة بالشوط الأول، حالياً مسجلين 26 نقطة في هالربع، ومو هيك كمان، الفريق اللي كان مسجل 36 نقطة نادي الكويت الكويتي فقط سجل 13، وحالياً كابتن النادي الأهلي بقول له نوت إن ماي باسكت، الروعة الأهلوية عم بيفرجينا النادي الأهلي شو تايم. واو واو، هل يفعلها يسجل 64-49، هل يفعلها مايكل تومسون؟ عم بيكون اون فاير مايكل تومسون. 10 سكندز على نهايه الكوارتر الثالث، مايكل شوفوا الدرايف، شوفوا الدرايف، هنا فيها فاول من لاعب عنده خبره قليله، لاعب صغير، وهنا لاعب ثقيل ورايح لفريق اوروبي بعد البطوله العربيه. طب عارف النادي الاهلي شو محتاج؟ محتاج بوينت جارد بنفس الصفات، لكن يكون عنده ايضا قدرات على الشوتينج بنسب عالية. خلنا نشوف التبديل، 61-49، هل سيف سمير تسحبه؟ ممكن سيف سمير تسحبه لأنه مش محتاج يرتكب فاول تاني. تو شوتس على مايكل أو لمصلحة مايكل، الأولى بيسجلها بنجاح مايكل تومسون، أفضل سكورر في الدوري الفرنسي عام 2016. تخيلوا تكون أفضل سكورر في فرنسا 2016، على كل اللاعبين الأجانب، على كل اللاعبين الفرنسيين. فرنسا من أهم الدول في الباسكتبول، وأشهر لاعب قدمته فرنسا أكيد بيبقى النجم سان أنطونيو سبيرز توني باركر. إذا يبدو مايكل تومسون اللاعب الشوتر راح يترك أرض الملعب. كنت بتمنى سيف سمير يروح على البنش، الكويتي الكويتي مفروض يقاتل وما يرفع الرأي البيض، مفروض الكويتي الكويتي يقاتل، بيقدر يرجع الكويتي الكويتي لكن مش بهالطريقة الدفاعية، مش بهالطريقة الدفاعية. هنا أوفنسيف فاول، أوفنسيف فاول على عبد الله الشمري. حدا يقول لي الحكم حسب هل القرار صحيح أو لا؟ خلينا نشوف السكرين، خلينا نشوف السكرين. هنا موفينج سكرين، طبعا واضح، طبعا واضح. لو كان لمصلحة الكويت الكويتي أكيد راح أقول الخطأ مش بمكانه، لكن أكيد موفينج سكرين وبالتالي خطأ واضح. 63-49، كرة على السايد لاين، أحلى كوارتر على مسؤوليتي آخر 10 سنين للنادي الأهلي. والسيف بيسلم كرة، واو، تحت الباسكت حتى الثانية الأخيرة بهالكوارتر بيتسجل سلة أهلوي عن طريق أحمد حمدي، لكن الحكام راح يرجعوا للفيديو حتى آخر ثانية، حتى آخر نفس، حتى آخر فريم، حتى آخر لحظة. مش معقولين، رهيبين، روعة الأهلي. 65 راح تصير النتيجة بعد الفيديو تشيك، لأن الحكام راحين ليراجعوا السلة الأخيرة. 63-49 حالياً، وممكن تكون 65-49، وقلت مفروض يقاتل أكثر نادي الكويت الكويتي، ورينا شخصيته لأنه هو بطل الخليج. وعم نشاهد علم النادي الأهلي وشعار النادي الأهلي، الجماهير الأهلوية في كل مكان، الجماهير الأهلوية مش بس بإسكندرية، لا لا لا، الجماهير الأهلوية في كل جمهورية مصر العربية، الجماهير يا عماد. قول لي بقى انت جاي تسحب الفلوس دي ليه؟ انا جاي اشتري باتيناج، كارت النادي الاهلي هيجيب لك الباتيناج. بطاقات النادي الاهلي من البنك سايب للاهلاويه والاهلي، بنك سايب دايما معاك دايما اهلي. كان يوم لذيذ قوي النهارده. قوي فادي. وانت لو كان ممكن تبقى حيوان كنت تحب تبقى ايه؟ حيوان تحب ابقى حاسب الست المجدد. ليه كده يا بابا؟ لا هو كهان طير الست، بس ايه الشطارة دي؟ لا عيب عليك. لا برافو.
ايه برافو ده لهوي. برافو بطاطس مش مكسره، برافو كيس اكبر، برافو هي دي البطاطس. الكرة عند العزب 10 دقائق اخيره، هل المباراه انتهت؟ اكيد لا، الفرق 14 نقطه لنادي الكويت، المفروض يغير دفاعه. على فكره لاعطيكم معلومه، مدرب الكويت الكويتي من اهم المدربين اللي عندهم استراتيجي على مستوى الدفاع، يعني بيقدر يغير طرق الدفاعيه كثيره ويعطي شوتات صعبه للنادي الاهلي ويجبره على مباراه كثير صعبه رغم ان الان التفوق ب 14. الجندي، طب شو مطلوب الاهلي؟ الباسنج جيم، مش مطلوب بس تمرير الكره، لا بدك تعمل اتاك على الباسكت، اتاك 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 لتسجل. عموما كره ضايعه، الريباوند كويتي عند جيمس، بينزل الفرق عند 8 نقاط، بروح للتايم اوت دايركت، الفرق 14، تذكروا ذلك جيدا. شو هالدفاع يا حمدي، رائع جدا يا احمد حمدي، رائع، بروح اول ذا واي، بحاول يعمل الدنك مش وقته، ضيعها وسلامات. ترجع كويتي، تركي عبد الله الشمل في صافره، دفاع رهيب من احمد حمدي، لكن لازم تعرف يا احمد حمدي في مباراه نهائيه لازم تعطي ايزي باسكت، ما تعمل دانك اذا ما كنت متاكد 100% راح تروح تعمل الدانك، ما تروح بهالطريقه. في فاول تحت الباسكت على سيف سمير، على فكره سيف المفروض يترك ارض الملعب بعد دقيقه لانه بيدخل بالفاول ترابل، قد ياتي عمر طارق عرابي. الكره تحت الباسكت عند عالم الدين كيكونوفيتش، شوف الان نادي الكويت عم بيسجل، برافو لعالم الدين كيكونوفيتش. مباراه حلوه كثير، الاشقاء الكويتيين المصريين حاضرين في جمهوريه مصر العربيه، شيء حلو نشوف 18 فريق عربي حاضرين في اسكندريه. الجندي على الباسكت، البلوك حاضر، الكويت الكويتي قلت من اهم الفرق اللي بتقدر تعمل دفاع. هذا جيمس بيقدر يغيروا الطريقه الدفاعيه، بيقدروا يعملوا تراب على السايد لاين، بيقدروا يعملوا دفاع بلاعبين ويعملوا روتيشن. موجود عالم الدين كيكونوفيتش لاعب طوله مترين و11، وبالتالي ممكن يخلوه تحت الباسكت ليمنع اي بنتريشن. الكره عند العزب، بياخذ كره صعبه، شوف الان تورنوفر ورا تورنوفر، الطريقه اللي بيلعب فيها الاهلي خاطئه تماما، خاطئه تماما، مو الطريقه المناسبه، لكن ما بيمنع ان الكوتش محتفظ بإيهاب امين على البنش، محتفظ بمايكل فاكوادي اللاعب البيج جاي على البنش، عنده عمر طارق عرابي على البنش. هنا جيمس، الكويت عندي احساس راح يرجع ويقلص الفارق، والضغط كله على الاهلي. عالم الدين كيكونوفيتش جامب هاك، اربع نقاط كويتيه متتاليه، روعه الكويت، ممتاز الكويت، بيسجل. شوف الان 4-0 رن، بتضيع هالكره، بيسجل الكويت. اعتقد لازم تروح على تايم اوت وتدفع باللاعبين الباور، الكي بلايرز، اللاعبين المهمين اللي عندك. هنا درايف، كره ضاعت، الريباوند كويتي، وبالتالي او سيف سمير على اوفنسيف ريباوند هال. مايكل تومسون درايف على الباسكت، مايكل ما بيسجل، لكن احمد حمدي بقول لهم حقكم علي، حقكم علي، ضيعت دانك. ولكل اللي بينتقدني بقول انا حاضر بالفينجر تاب، بيسجل احمد حمدي اللي راح يرتكب فاول يبدو على عالم الدين كيكونوفيتش. عالم الدين، احمد حمدي بيعطيه مباراه صعبه، روعه احمد، احمد حاسه هيك تعبان الان ومفروض يتبدل. الكره عند عزب، الاهلي قرب كثير للقب العربي، الاهلي قرب كثير للقب العربي، 15 بوينتس عمر عزب بيسجل، لكن احمد حمدي ضيع باسكت، رجع عمل سلة وبعدها very good defense وبعدها defensive rebound ليعطي عمر عزب 3 points والفرق يروح ل 15 نقطة وتايم اوت كويتي للكوتش الألماني بيتر شومرز. Wide open shots. Hey, keep dumping it in there. Okay, guys, you don't have position. Right back out. Everybody rebound. شوفوا هاللقطات الحلوه، شوفوا وين بيطير، شوفوا وين بيطير هالاهلاوي. وهنا الجامب هاك لعالم الدين كيكونوفيتش.
هذا هو احمد حمدي. اذا 68-53 فرق ال 15 نقطه بالجيم. الضغط من عمرو الجندي على الكسندر خالد، هل تكون الرابعه ثابته بالنسبه للنادي الاهلي؟ 99 خسروا اول لقب، او 91 عفوا خسروا اول لقب امام الاتحاد السكندري، 99 امام الحكمه اللبناني، 79-67 الحكمه طبعا كان وقتها فريق مرعب جدا، فادي الخطيب، إيلين شنتف ومجموعه كبيره من اللاعبين الاجانب على مستوى عالي، الافضل في المنطقه. واو بيك اند رول رائعه جدا طبعا، اسان داي ومحمد اشا لاعب منتخب نيجيريا. الكره ضاعت على الكويتي، الكويتي فيري جود ديفنس لعمر عزب. على فكره على مسؤوليتي انا صفقه عمر عزب القادم من سموحه للاهلي، صفقه معلم رائعه جدا هالصفقه، لاعب قوي عنده روح. بتوقع بعض اللاعبين بياتوك للفريق لكن ما عنده روح. عمر عزب اللي امامنا عند الكره بتحس له بيلعب في الاهلي 5 سنين، لاعب سموحه السابق عم بيعمل فيري اجريسيف ديفنس وبيجبر الكويت على تورن اوفر. الجندي عمر الى عزب، عمر درايف على الباسكت، مش معقول، الروعه روعه روعه، درايف باليد اليمين والفينش باليد الشمال، لعيب يا عزب، مش قلت لكم ما خلص كلامي. 17 بوينتس فارق، بنرجع كويتيه، يلا يا الضفيري. الكره تحت الباسكت عند علم الدين كوكونوفيتش، ضاعت. فهد عبد الله بالقميص رقم 10، حابين نشوف محمد عدنان ومحمد عدنان اليوم. كنت اتوقع منهم الكثير حمد ومحمد عدنان، لكن عبد الله الشمري اخذ دورهم بالكوارتر الثالث. هذا الكسندر خالد، يلا يا الكس، يلا يا عالم الدين كيكولوفيتش. الفارق 17 بوينتس. عالم الدين تمرير عند جيمس على 3 نقاط، اللي لا عالم الدين بالانسايد، جود باس جود باس، تمريره حلوه عند فهد على الارك، الروعه فهد، ممتاز يا فهد. فهد عبد الله عم بيسجل على 3 بوينتس، لا والله يبدو الكسندر خالد، لا اللي سجل هو فهد، المخرج اعطاني الكسندر، مالي شغل، اللي سجل هو فهد بالقميص رقم 10. الماجيك ايهاب امين افضل لاعب في بطوله الانديه العربيه، بيروح على الباسكت بيتعرض للبلوك. طب شو رايك يا كوتش، اطلب التايم اوت، 3 بوينتس اطلب تايم اوت، 3 نقاط كويتيه بعدها تايم اوت، 3 نقاط كويتيه بعدها تايم اوت. لا ضاعت، الريباوند عند مين؟ عند عمرو الجندي. 70-56 اقل سكور عم بيسجل الكويتي، الكويتي في البطوله تخيلوا، الفريق اللي ما نزل عن حاجز 83 نقطه فازوا 93-90 على المنامه، 90-69 على الغراف القطري، 96-90 على بيروت اللبناني، 98-77 على وداد بوفريق. كره ضايعه، التايم اوت الاهلاوي، على فكره التايم اوت الاهلاوي مطلوب، الروعه الكويت، برافو للكويت، الكم باك من 15 بوينتس ل 12. الكوتش على مهله، عنده برود محترفين بطريقه مش معقوله، عنده برود وهدوء محترفين مو معقول. الكوتش اغوستين اللي بيستدعي مايكل تومسون الان وبيستدعي مايكل فاكوري، ليه؟ لانه الاهلي بيلعب بدون لاعبين اجانب، فقط باللاعبين المصريين، اذا محتاج وقت مستقطع ممكن اخبرك عنه. تورن اوفر على الاهلي 70-61 نتيجه راح تخوف، 70-61 نتيجه راح تخوف. ليه لا الكويت، ليه لا الكويت ما سجل 3 بوينتس، ليه لا الشمري، شوف اللاعب رقم 3 او تحت الباسكت، جود كاتش جود كاتش جود فينش، او ضيعتها، ما بتضيع ابدا هالكره، ما بتضيع، خساره، لكن في صافره يبدو، ما بتضيع يا جيمس هيك كره تحت الباسكت. بدنا نعطي كل حدا حقه بالجيم في النهائي العربي. اذا ضاع وضاعت فرصة، بيروح عزب على البنش، أحمد حمدي جود جاب، عزب برافو، سجل 3 بوينتس رفع الفرق إلى 15، الفرق بينزل ل 12 حالياً. كرة عند مايكل تومسون، 5 دقائق تفصل النادي الأهلي عن أول ألقاب العربية بال 2021، بداية ممتازة للنادي الأهلي وفرصة ليرجع، والماجيك بيروح أب أند، لعيب لعيب يا عمي لعيب، الروعة، سيف سمير أعطوه إعجابي وبلغوه إعجابي، وأكيد حب لهاللاعب اللي اسمه الماجيك ايهاب امين، مش معقول بيعمل شو تايم، حريف باسكت على اعلى مستوى. عالم الدين كيكونوفيتش الفارق ال 14، عبد الله مباراه ممتازه لك يا عبد الله الشمري، هائل جدا يا عبد الله، هاي فرصه لك يا عبد الله توري الكوتش انك تستحق وقت اطول عند عودتك للدوري الكويتي. الفارق 12، المباراه لسه ما في الملعب، الكويت لسه فيها، الكويت قادر يرجع ويضع الضغط. عمرو الجندي كره بالانسايد عند سيف سمير، 1 اند 1، لعيب عنده فوتورك هائل، ضاعت، عمرو الجندي، عمرو، مايكل تومسون بيطلبها يا عمرو لكن بفضل ياخذها، ضاعت من جديد. الكسندر خالد، مباراة ما انتهت. الوقت بيمر سريعا على الكويت، بطيء على الاهلي، جام شوت ضايعه، ريباوند رائع رائع، مايكل تومسون تصل عند الماجيك، الماجيك تخلص من الاول الثاني، مش معقول مش معقول هالماجيك، عيني عليك بارده، لعيب باسكت على اعلى مستوى، شو تايم بفرجينا ايهاب امين. برايي ايهاب امين افضل لاعب في بطوله الانديه العربيه 2021 من اول الجيم خبرتكم.
لعيب بيطير زي شعار نادي النسر، دايما طاير. رائع جدا إيهاب أمين. أربع دقائق على النهاية، الرقم أربعة إيهاب أمين بهالأجواء، أربعة فاينل بيوصل فيها النادي الأهلي، وأول بطولة تقترب كثيرا للنادي الأهلي، بطولة غالية كتير البطولة العربية. هذا موقع صحيح النادي الأهلي على فكرة، مش غريب أنه يوصل الفاينل جيم، وموقع صحيح أنه يربح البطولة العربية. وعلى فكرة وصول النادي واو، 3 بوينتس قوية، وهنا باور أوفنسيف ريباوند. نرجع راح أحكي جملتي لكن خلينا نشاهد، لأنه في باسكت الآن قد تنهي كتير من عودة نادي الكويت. الكويت اللي عم بيعمل فيري جود ديفنس، برافو للكويت. وهنا 3 بوينتس أهلوية، واو سوبر 3 بوينتس، ممتازة لمايكل، ممتازة لمايكل، توصل عند فهد. الكرة الكويتية عن طريق ألكساندر ضاعت. الأهلي راح يحتفل على مهله برواء بكل لحظة مع هاللحظات المتبقية هو جماهيره. 15 نقطة، بقدر أقول لكم الأهلي بطل الأندية العربية لكرة السلة 2021. ما تعودت أقولها قبل 3 دقائق لأنه وقت طويل، لكن الطريقة اللي عم بشاهدها واللعب اللي عم بيلعب فيه الأهلي أعتقد قادر يحسم بدون أي مفاجآت غير سعيدة لإله ولجماهيره. عالم الدين كيكنوفيتش بالإنسايد باسكت إن، ورمية حرة إضافية. جود جاب للاعب البوسني. 75-62 رمية حرة إضافية، 15 بوينتس الفارق. بينزل مع هالباسكت ل 13 وعنده فرصة ينزل الفارق ل 12 نقطة. الوقت المتبقي قليل، الكويت مفروض يعمل بريس فول كورت. نادي الكويت لازم يضغط بكل أرجاء الملعب، إلا إذا قرر الكوتش بيتر إن الأمور صعبة. لازم يضغط الكويت الكويتي فول كورت، يرجعوا هاف كورت لا لا، بدك تضغط يا كوتش. ليه؟ لأنه ما ضل وقت. طب الأهلي شو بطلب منه؟ ياخذوا راحتهم. باسنج جيم؟ لا مو بس باسنج جيم، في درايف، روح على الباسكت. ما في درايف، بهدوء وتلعب بأورجنايز أوفنس بدون أي تسرع. إيهاب أمين بياخذ كرة على ثلاث نقاط، ما بيرحم هالإيهاب، ضاعت الكرة عند سيف، بيقاتل، تصل عند حمد عدنان، كويتية، يلا نادي الكويت، ليه لا ما تقلص الفرق أكثر وأكثر. جيمس بيحاوروا على الباسكت، روعة إيهاب أمين، مش معقول، ستيل ولا أحلى. لكن يبدو ما لمست قدم اللاعب الامريكي جيمس. فيري جود ديفنس لايهاب امين، كل فريق في الباسكت بحب يكون عنده امين. الماجيك ايهاب. وكل معلق باسكت بحب يعلق للنادي الاهلي. كل معلق باسكت بحب يشوف الكويتي الكويتي بتطور هائل ليربح بطوله الخليج بعد توقف قصري للكرة السلة الكويتية. بنقولها مبروك عودة كرة السلة الكويتية والتتويج ببطولة الأندية الخليجية في دبي. مبروك لهذا النادي اللي عم يتعب بقيادة نائب رئيس نادي بدر العصيمي ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة. برافو للكويت على هذا الفريق المميز اللي بنرفع له القبعة على هذا الأداء الكبير. الكويت الكويت اللي بيحاول يربح بطولة الأندية العربية، وما زال هناك دقيقتين و27 ثانية، وهنا ثلاثية ضائعة. لكن مايكل على الريباوند، مايكل بيسلم الكرة لمايكل تومسون. مايكل تومسون أمامنا، دفاع موجود من فهد عبد الله، من مايكل تومسون، دفاع من فهد. الأهلي ماخذ راحته، قلت برواء لحظة بلحظة راح يطيروا بلقب بطولة الأندية العربية، راح يحلق النسر الأهلاوي لأول مرة ببطولة الأندية العربية. وهنا 3 بوينتس إن آند أوت، ضاعت، ومايكل بيسرق الكرة مع أوفنسيف ريباوند مع 2 بوينتس. الأهلي بطل الأندية العربية لكرة السلة 2021. الفارق بيروح ل 14 بوينتس، تعذبوا أمام الاتحاد السكندري وربحوا 88 أو 78 73. الأهلي ما خسر أي مباراة، الأهلي بطل، الأهلي غير، الأهلي بالكوارتر الثالث ورانا الشو تايم، الأهلي بالكوارتر الثالث ورانا باسكت بول ولا أروع بطبيعة الحال. أحلى كوارتر عم بشوفه للنادي الأهلي على مسؤوليتي أنا آخر 10 سنوات، قبل هيك ما بتذكر، لكن هذا أحلى كوارتر. حدا يقول لي طيب يا كابتن بالبطولة الإفريقية 2016، ممكن ممكن، لكن بهذا الكوارتر وهالبطولة غير، لأن الأهلي ما كان مرشح رقم واحد للبطولة على فكرة. الأهلي ما كان مرشح رقم واحد، وعلى فكرة الكوتش جديد، لاعبين جدد، هناك لاعب قادم من سموحة، لاعبين أجانب جداد، مدرب جديد، ويربح الأهلي بهالظروف كلها وبهالشو تايم وبهالكيفية وبهالروعة بالكوارتر الثالث، لا يمكن. بدك تهدى يا فهد، الكويت عمل كل شيء. الكويت فريق تقيل وحلو عند الخسارة تتصرف كمان وتكون تقيل.
نجاحات كبيرة لنادي الكويت، سيطر على الدوري الكويتي، بطل الخليج، وهل على فكرة هذا الفريق لو موجود بطولة آسيوية راح يكون يشرف الأندية الخليجية والعربية في البطولة الآسيوية. في تكنيكال فاول بتصفر على فهد، عشان هيك قلت له اهدى. كل هالأمور تحدثنا فيها عن نادي الأهلي، الأهلي إذن بطل الأندية العربية لكرة السلة 2021. مايكل تومسون أغوستين لقب جديد. يا رواء أنت عم تعطي ثامز أب للعيبة، والله بصراحة تحترم يا كوتش على هذا الأداء وبترفع لك القبة. على فكرة إدارة النادي الأهلي وقعت معه موسمين مشاهدي الكرام، و تعاقد ناجح، تعاقد مميز، كيف قلب الفريق بشكل مغاير، كيف أعطى كل هاللعيبة، يعني مو بس اللاعبين الأساسيين، لا أحمد حمدي، عمر زهران، أبو النصر، كلهم اللي جايين من البنش، أعطاهم أدوار. شوف اللاعبين بلشوا بشكل تاني، بستايل تاني. الأهلي بيرجع، والأهلي مكسب عودته لكرة السلة العربية ليكون بطل، لأنه إضافة حقيقية ليكون من السجل الذهبي. وأصلاً في شيء غريب، بيكون في شيء غريب إذا عم تتفرج على الإحصائيات وتتفرج على الألقاب وتتفرج على الأبطال وما يكون فيها النادي الأهلي المصري. راح يكون اللقب رقم 11 بالمناسبة للأندية المصرية، 7 اسكندرانية، 3 للجزيرة، ولقب للنادي الأهلي حاليا ب 2021. ألكسندر خالد، تمرير عند عالم الدين إلى جيمس فيلدن، بياخذ كرة على الأرك، ضاعت، والريباوند عند عمرو الجندي. احتفالات الأهلاوية بلشت من هلا، احتفالات الأهلاوية مبكرة مع بداية الموسم. حلو تبدأ الموسم بتكون شو؟ تكون شو؟ تكون بطل للعرب على مستوى الأندية. رائع جدا بدايتك تكون بطولة عربية وتكون بطل العرب. الأهلي دائما معودنا يكون بطل على مختلف البطولات، بطل على مختلف المسابقات وعلى مختلف الألعاب. رائع جدا، نتكلم عن 100 سنة ألقاب، 100 سنة إنجازات، 100 سنة أبطال. ليه لا، ما تستمر الأمور، بتستمر، وجيمس بيستمر بالتسجيل كلاعب سكورر هائل وإضافة حقيقية أيضا في البطولة. دائما جماهير النادي الأهلي، جماهير اللون الأحمر، جماهير هذا الفريق الأحمر، رمز بطولة الأندية العربية، بنقول لهم مبروك، ألف مبروك أينما كنتم مشاهدينا الكرام. مبروك لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، مجلس الإدارة، جماهير النادي الأهلي في كل مكان. بطولة الأندية العربية الرابعة تبتسم للنادي الأهلي، الرابعة تبتسم للنادي الأهلي، والساعة تقف عند البطولة الأولى للنادي الأهلي. بطبيعة الحال أول لقب عربي غالي على النادي الأهلي بعد ما كان استعصى عليهم سنوات وعقود. بطبيعة الحال النادي الأهلي يحقق لقب بطولة الأندية العربية، حظ أوفر بنقوله لنادي الكويت الكويتي، ومنقولهم مبروك على هذا الأداء الكبير لنادي الكويت الكويتي بقيادة الكوتش بيتر شومرز واللاعبين الكويتيين المميزين. لكن اليوم جيل مصري هائل، جيل أهلاوي جميل، جيل أهلاوي مرعب. ربع ثالث كان للذكرى، صدوني راح أحتفظ بالربع الثالث للذكرى. بطبيعة الحال كبار الشخصيات والحضور كما أشرنا مشاهدينا الكرام، سعادة اللواء إسماعيل قرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، السيد محمد منصلحي كذلك رئيس نادي الاتحاد السكندري، يستحق التحية النادي الأهلي بصراحة على هذا الأداء الكبير